السلام عليكم، اطلال سنه ثانيه، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور نسيم من تيم عرب ميديسين، وباذن الله هنتكلم النهارده عن الانتستاينال نيوبلازم، يعني ايه هي الاورام والسرطانات اللي هتبدا تحصل في الانتستين. واحنا عارفين ان الانتستين بتاعنا يا اما يكون سمول انتستين اللي هي الامعاء الدقيقه اللي هي زي كده بالظبط اهي، اللي هي الامعاء الدقيقه سواء بقى ديودينام جيوجينام ايليام، او الامعاء الغليظه اللي بتبتدي من اول السيكم بعد كده تطلع بالاسندنج بالترانسفيرس ديسندنج كولون سيجمويد كولون، بعد كده تبدا تنزل بالريكتم والانال ايه والانال كانال. ايه هي بقى السرطانات اللي هتحصل في الكلام ده؟ فاحنا نبدا نقسم التيومرز او النيوبلازم بقى لثلاث اقسام. يا اما يحصل حاجه اسمها انتستاينال بوليبس. يعني ايه انتستاينال بوليبس؟ احنا متفقين ان ده لو ديت لو ده التيوب اهي، والتيوب دي بيبقى فيها كولامنر، اهم حاجه تعرف ان الايه اللايننج بتاعها بيبقى عباره عن كولامنر ايبيثيليوم، صح؟ ممكن بقى يحصل ايه؟ يحصل الريتيشن لدرجه ان ايه الكولامنر ايبيثيليوم ده يبدا يتكاثر لحد ما يكون لي الخلايا دي تبدا تكون لي ايه بوليب كده، يعني تبدا ماشي كده كده ماشي كده تلاقي بوليب ظهر في قلب ايه، في قلب اليومن بتاع الانتستين. يعني تبدا ماشي كده تلاقي في حاجه بدات تطلع او تبرز كده، حاجه زي كده مثلا اهي، ده اليومن الطبيعي. بعد كده تلاقي ايه في حاجه كده ممكن تبقى بدانكيوليتد، يعني ليها رقبه وعامله ايه، عامله المنظر ده. فده اللي احنا نقول عليه انتستاينال بوليبس. ممكن بقى يبقى في تيومرز في السمول انتستين نبدا نركز عليها، وفي تيومرز في اللارج انتستين نبدا نركز عليها. وطبعا انا يهمني التيومرز اللي في اللارج انتستين، خصوصا الكارسينوم، خصوصا الكارسينوما او الكولوريكتال كانسر. ده اهم عنوان النهارده في المحاضره بتاعتي، لو وصلنا له وخلصناه يبقى انا كده حققت هدفي من المحاضره. طيب تعالوا كده الاول نبتدي بالانتستاينال بوليبس. فالانتستاينال بوليبس دي نبدا بقى نقول التايبس بتاعتها، نبدا نقسمها على نوعين، يا اما حاجه اسمها نون نيوبلاستيك بوليبس، يا اما حاجه اسمها نيوبلاستيك. يعني اصلا نيوبلازم، كلمه نيوبلازم يعني ابنورمال جروس اوف التيشو، يعني التيشو ده هو الابيثيليوم ده بتاع الايه بتاع القولون بدا يحصل فيه ابنورمال جروس، بدا يبقى فيه مشكله. المشكله دي ممكن تبقى بناين يعني ورم حميد، او ممكن تبقى مالجنت ورم خبيث. فالنيوبلازم بنقسمه لبناين وبنقسمه لمالجنت. انما النون نيوبلاستيك اصلا ما يعتبرش نيوبلازم، ما يعتبرش تيومر، لا هو بناين ولا هو مالجنت، لا ده حاجه لوحدها كده. حصل اريتيشن مثلا بسبب بالهريزيا، الدوده اللي هي بتاعه الشيستيزوما مانسوناي بدات تبيض وتنزل البيض بتاعها في الوول بتاع مين، بتاع الانتستين. فلما بدات تبيض بدا يحصل اريتيشن في الوول بسبب البيضه دي، فبدا يحصل ايه، بدا يحصل ايديما وانفلاميشن، وبدات ترفع كده الوول ويحصل فيها بوليبس في قلب ايه، في قلب الوولز بتاعه مين، بتاعه الانتستين. وده اللي احنا بنسميه بالهريزيا البوليب، ودي من اشهر انواع البوليبس على الاطلاق. هل دي بناين؟ لا مش بناين. هل دي مالجنت؟ لا مش مالجنت. في نوع تاني اسمه هامارتوميتاس بوليبس، وهناخده واحده 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 واحده. هناخد حاجه اسمها هايبر بلاستيك بوليبس برضو، هناخد حاجه اسمها جوفينايل بوليب، هناخد حاجه اسمها ليمفويد، وحاجه اسمها انفلاماتوري بوليب. هنبدا نمشي في الكلام ده، وبعد كده نبدا نرجع للايه، للنيوبلاستيك. شايف الكلام ده اللي هم دول كده، هم دول يعني الهامارتوميتاس بوليب. بس يعني الكلمتين او سطرين عن الهامارتوميتاس المهمين، سطرين عن الهايبر بلاستيك المهمين، اللي بيجي فعلا في الام سي كيو. يعني انا ممكن اقول لك الكلام ده بيجي في الام سي كيو، بيجي في الكيسز، ده اهم حاجه. الكلام الموجود عندك في الكتاب ما هو الا يعني هنركز بس على الحاجات اللي بتيجي فعلا ام سي كيو، والباقي كله مجرد قراءه فقط لا غير، في قراءه فقط. هنقول واحده واحده. تعالوا ناخد اول واحد اللي هو ايه، اللي هو الهايبر بلاستيك ده. تعالوا نشوف الهايبر بلاستيك ده بيتكلم ازاي. اول حاجه من اسمه كلمه هايبر يعني زياده، كلمه بلاستيك يعني ايه، يعني زياده في عدد الخلايا بتاعه الوول بتاعه الانتست. انا لو عندي ده الوول بتاع الايه، بتاع الجي اي تي، سواء بقى سمول انتستين او لارج انتستين، ده كده الايه الميوكوزا بتاعته. الميوكوزا بتاعه اللارج انتستين بتتميز بوجود حاجه اسمها الكريبتس. يعني ده لو ده بتاعه، لو ده كده اليومن اهو تمام، وبدانا نشوف كده الميوكوزا هنا بتبقى عامله ازاي. في السمول انتستين بتبقى عامله كده بتبقى عباره عن فيلاي، فيلاي طالعه، والفيلاي دي بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها ايبيثيليوم. ليه؟ عشان تزود من السيرفيس اريا. ده في الايه، في السمول انتستين. طب في اللارج انتستين لا، بتلاقي ايه، بتلاقي نفس الكلام بس العكس. يعني بتبقى عباره عن حاجه اسمها كريبت، بتبقى عباره عن حاجه اسمها كريبت يعني حفر. الحفر دي وظيفتها ان لما الميه تيجي تبدا الميه تسقط. يعني مثلا في فيزز ماشي هنا في اللارج انتستين، والفيزز ده حواليه ميه، فاحنا نمتص الميه عن طريق ان الميه تسقط في هل بقى هذه الايه الكريبت، وهكذا هنبدا نمتصها. فده اللي بيحصل في ايه، في اللارج انتستين. يبقى تتميز اللارج انتستين بوجود مين، الكريبت. انما السمول انتستين بتتميز بوجود مين، بوجود الفيلاي. تمام، الفيلاي دي عامله زي الصوابع كده بالظبط، انما الكريبتس عامله زي الايه، زي الحفر. ايه اللي بيحصل بقى، انت لو خدت قطاع كده وبصيت عليه تحت الميكروسكوب، ده الطبيعي بتاعنا. ايه اللي بيحصل بقى، بص كده هتلاقي ان الكريبتس دي لو انت خدت فيها قطاع هتبان لك دايره. يعني انت لو بصيت عليها من فوق هتبان ان هي دايره كده، والدايره دي بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها الابيثيليوم بتاعك، وهذا الابيثيليوم بيبدا يفرز لك الايه، بيبدا يفرز لك الميوكاس مثلا، او بيفرز اي حاجه. فده اسمه الجلاندز بتاعتك او الايه، او بتبقى عباره عن راوند كريبتس لايند باي ايه، سمبل كولامنر ابيثيليوم، وده الابيثيليوم اللي بيغطيه من بره. تمام، ده كده ايه، ده كده الطبيعي. ايه اللي بيحصل بقى، شايف الكولامنر ايبيثيليوم اللي موجود هنا ده اهو، ده بيبدا يحصل فيه هايبربليزيا، يبدا يتكاثر اهو، يبدا يتكاثر وهكذا. فنبدا نلاحظ بقى الكلام ده، بص كده ادي اهو ده كده الايبيثيليوم او الجلاندز بقى، والجلاند بدات الخلايا تبدا تتكاثر، فتبان بقى ايه تخينه كده. لما تيجي تبص عليها مش هتشوف بقى الخلايا، لان انت بتشوف باللايت مايكروسكوب، هتبان ايه الحته دي اكنها ايه، اكنها تخينه كده. معناها ايه، معناها ان هي الخلايا بدات تزداد في العدد، هايبربليزيا. يبقى ده نون ديس بلاستيك او نون نيوبلاستيك ايبيثيليوم، بسبب ايه، بسبب اللي هو الهايبر بليزي. طيب فلما تيجي انت تبص كجروس بيكتشر هتلاقي ايه، هتلاقي ممكن واحده، ممكن اتنين، ممكن تلاقيها يعني ممكن تبقى سنجل او ايه او مالتيبل. يعني هتلاقي واحده كده اهي، انت ماشي دلوقتي بتبص بالاندوسكوب لقيت في بوليب هنا موجود،
البوليب دي انت بتقول ان هي بوليب وخلاص، هل هي هايبر بلاستيك ولا لا؟ ده على حسب الميكروسكوب، يعني كل التسميه دي كلها تسميه على حسب الميكروسكوب. فالاهم بالنسبه لي هو الميكروسكوبي، يعني ما تقعدش تقرا لي ان هي مثلا ايه في الهايبر بلاستيك مالتيبل ومش عارف ايه والكلام. اه هي مالتيبل، ممكن تبقى مالتيبل، بتبقى سمول صغيره سيسايل. يعني ايه سيسايل؟ يعني ادي الوول اهو، هتلاقي ايه؟ هتلاقي بص كده، انا كنت جايب لك صوره للسيسايل اهو، بص كده الفرق ما بين السيسايل والبيدانكيوليت. سيسايل يعني ايه؟ بدات الخلايا تتكاثر كده بس ما لهاش رقبه، بيدانكيوليت يعني ليها رقبه، يعني ليها رقبه اهي. فدي دي البوليب اللي ليها رقبه، ودي البوليب اللي ما لهاش ايه؟ اللي ما لهاش رقبه. فهنا نبدا نبص كده هنلاقي ايه؟ هل دي ليها رقبه؟ لا، ده هي طالعه كده ايه؟ بوليب اهي في قلب الميكوزا وخلاص، على كده بدات تبظ لبره. فبتبقى مالتيبل، بتبقى صغيره، وبتبقى سيسايل. تمام؟ نيبل لايك يعني شبه النبل. هيميسفيريكال يعني مش دا مش دايره، يعني مش طالعه كده ببوليب وبعد بقصدي بدانكل او رقبه وبعد كده بتكون دايره، لا ده هي ايه؟ بتبقى طالعه كده عامله لي ايه؟ هيميسفيريكال يعني نص ايه؟ نص دايره. تمام؟ سموث مش عارف سموث بروتروجنز وفي الميكوز، يعني حاجه ايه؟ حاجه ناعمه كده تحسس عليها تلاقيها ناعمه، سموث بروتروجن في الميكوز. فانت بتبص على الصوره دي وتبدا توصف، تقول ايه دي؟ ممكن تبقى واحده، ممكن تلاقي واحده ثانيه هنا مش عارف ايه، مالتيبل، بتبقى سيسايل، بتبقى هيميسفيريكال وهكذا. مجرد انت بتبص على الكلام ده وبتوصف، انت ما بتحفظ، انت بتبص على الصوره دي خلاص، بصيت على الصوره خلاص. اهم حاجه بقى الميكروسكوب، ايه اللي بيحصل بقى؟ هتلاقي فيه كريبتات كتير، والكريبتات دي بدا يحصل فيها هايبربليزيا، ولكن الخلايا نورمال، يعني هتلاقي الانويه سليمه، السيتوبلازم زي ما هو، كل حاجه في الايه في الخلايا نورمال، ما فيهاش فيها اي ديسبليزيا على الاطلاق. يعني عباره عن اباندنت كريبت اند جلاندز لايند باي ايه؟ نورمال جوبلت اند ابزوربتيف ايبيثيليوم سيبريتد باي ايه؟ سكانت لامينا بروبريا وذ اكسس ميوسين. يعني الخلايا بدا يحصل فيها تكاثر، وحوالين الخلايا دي وبعضها بيبقى فيه اللي هو اللامينا بروبريا عادي جدا، ما فيش فيها اي مشكله. الخلايا بس لما كترت، او الجلاندز لما كترت في الكريبت، بدات تفرز الميوسين بس، فالميوسين بدا يزداد ويز اكسس ميوسين. الفاست ماجوريتي اوف الهايبر بلاستيك بوليبس هاف ايه؟ نو مالجنانت بوتنشال، مالوش اي علاقه بالمالجنانسي على الاطلاق. ده هو نوع من انواع ايه؟ نوع من انواع النون نيوبلاستيك ايه؟ بوليبس. فاذا باختصار الهايبر بلاستيك بوليب من اسمها بتجيب كل حاجه، انا مش هقعد احفظ اي حاجه حرفيه، انا ببص على الصوره بعرف ان هي ممكن تبقى واحده او اتنين، بعرف ان هي بتبقى سيسايل، بتبقى هيميسفيريكال، بتبقى نيبل لايك، كل الكلام ده من الصوره. بعد كده ببص على الصوره دي، ده الطبيعي. اللي مش طبيعي ايه؟ ان دي بيحصل فيها هايبربليزيا، خلايا بتتكاثر، والخلايا دي بتاعت الكريبتس او بتاعت الجلانز، وبس بدات تفرز ميوسين كتير، فالميوسين بدا يزداد، وده مختصر الهايبربلاستيك ايه؟ بوليب. تاني نوع من البوليبس اسمها الجوفينايل، ومن اسمها يعني بتحصل في الاطفال، كلمه جوفينايل يعني في الايه؟ في الاطفال. نفس الكلام بتاع الهايبر بلاستيك، ولكن بتحصل في الاطفال، يعني بتحصل في التشيلدرن اقل من 5 ايه؟ من 5 سنين. بص كده هتلاحظ انت ماشي في الايه؟ في قلب الميوكوزا اهو، هتلاحظ في بوليب موجوده اهي، بتبقى سنجل هنا بقى، بتبقى سنجل في الاطفال، طفل صغير ما يبقاش مالتيبل، ده طفل صغير فيبقى رقم واحد، طفل صغير سنجل، بتبقى راوندد سموث سلايتلي لوبيوليتد اند مي هاف هاف ستوك 2 سنتيمتر اهو، بتبقى ايه؟ ممكن تلاقي فيه ستوك طولها حوالي 2 سنتيمتر، وبتبقى راوندد بقى المره دي. ليه بقى؟ لان هي مش سيسايل، فالطبيعي ايه؟ لما تيجي تبص عليها تلاقيها راوندد كده زي ما انت ما شايف، حسس عليها تلاقيها ايه؟ هتلاقيها سموث، مش ايه؟ مش الريجولر، هتلاقيها ناعمه وفي نفس الوقت راوندد، وبتبقى سنجل واحده بس، سلايتلي لوبيوليتد، يعني لو جيت بصيت عليها هتلاقيها مكونه من لوبيولز، كذا لوبيول في بعضها، والستاك دي بتبقى 2 سم. من الصوره بتجيب كل حاجه. طب في الميكروسكوب الفكره بقى، والكلمه اللي انت هتحفظها بس في الجوفينايل، ان بيبقى فيها سيست بس. الفكره في ايه؟ الفكره ان طبيعي اي جلاند في الدنيا، يعني مثلا جلاند اهي، والجلاند دي بتبقى لايند باي ايبيثيليوم، الجلاند دي بتفرز ايه؟ الايبيثيليوم ده بيفرز الميوسين مثلا، فالميوسين ده بيمشي في قلب ايه؟ في قلب الضغط. قال لك الفتحه دي اللي بيبدا يتفرز فيها الميوسين في قلب الضغط بتبقى مقفوله اوبستراكتد هنا كده، بتبقى ضيقه، فبالتالي بيتفرز الميوسين بس ما بيتصرفش، فيبدا يتجمع هنا، فلما يتجمع هنا يبدا ينفخ الجلاند دي فتتكون سيست بس. فكلمه السر في الجوفينايل بالسيست، كلمة السر في الجوفينايل بالسيست، فبيبقى دايليتد سيستيك جلاندز لايند باي نورمال ايبيثيليوم فيلد ويز ايه؟ فيلد ويز ميوسين. فاللي هرسمه لك باللون الاخضر ده عبارة عن مين؟ عبارة عن الميوسين، والجلاند بدأت تكبر عشان تكون لي ايه؟ عشان تكون لي السيست. الاستروما از انفليمد، الاستروما اللي حواليها بتبقى انفليمد، زي هاف نو مالجننت بوتنشال. ليه؟ لان هي نون نيوبلاستيك، ده تاني نوع من انواع الايه؟ من انواع النون نيوبلاستيك اللي هو الجوفينايل. اختصارا الجوفينايل بتحصل في الاطفال اقل من 5 سنين، خصيصا في الريكتم، في الريكتم بتاعهم، في المستقيم بتاعهم، في الايه؟ في المستقيم بتاعهم. ما تنساش بس ان هي بتحصل في مين؟ في الريكتم. تمام؟ بتبقى ايه من منظرها؟ راوندد ومش عارف وسموس وهكذا، وهاف ستوك 2 سم. الميكروسكوب اهم كلمه هي كلمه سيستيك، الباقي ايه؟ باقي قراءه. اكيد عشان ماينو بلاستيك، فالايبيثيليوم هيبقى طبيعي، نورمال ايبيثيليوم عادي. الايبيثيليوم ده بيفرز ميوسين، الميوسين ده يبدا يملى الجلاند فيكون لي هذه الايه؟ هذه السيست. حواليها بيبقى انفلاميشن ومفيش مالجننت ايه؟ بوتنشال. كلام ايه؟ قراءه وفهم، اهم حاجه اللي انا بعلمه لك بالاحمر ده. طيب تعالوا نبص على ايه؟ ده نفس الكلام، يعني هتلاقي ايه؟ السيستات اهي، السيستات ومليانه ميوسين في النص، السيستات ومليانه ميوسين في النص. في نوع بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الانفلاماتوري بوليب، الانفلاماتوري بوليب، وده لسه واخدينه من شويه، اللي هي اسمها بقى الايه؟ اسمها السودو بوليبس. لسه واخدين في الالسيراتيف كولايتس
الالسيراتيف كولايتس ان ممكن يحصل معاها ايه؟ سودو بوليبس. اهي بص كده اهو اهو بص هتلاقي فيه ادي سودو بوليب اهي وادي سودو بوليب، وما بين كل بوليب والتانيه بيبقى فيه السرز، وده اللي احنا عارفينه في الالسيراتيف كولايتس. ده بيبقى مشهور جدا جدا في هذه السودو بوليب. طب هل السودو بوليب دي عباره عن بوليب حقيقيه؟ لا، مش هايبر بلاستيك، يعني مش خلايا وبدات تتكاثر، لا، ما هي الا ايه؟ جرانيوليشن تيشو، وبعد كده ممكن يقلب بايه؟ بفايبروزز، يعني حته اهي وحته اهي، والحته دي بدات تقلب بجرانيوليشن تيشو فخلقت لي هذه الايه؟ هذه البوليب. فده اللي مشهور في الايه؟ في الالسيراتيف كولايتس. ده بيحصل بسبب الانفلاميشن. يبقى ثالث نوع انفلاماتوري بوليب اللي هي السودو بوليب، بتحصل في مين اكتر؟ في الالسيراتيف كولايتس. عن منين؟ عن الكرونز ديزيز. بالمايكروسكوب بلاقي جرانيوليشن تيشو، اهم حاجه بلاقي جرانيوليشن تيشو وماتيور بقى. بص كده فايبروفاسكولار، يعني انت لو جبت رسمت البوليب اهي، ادي اهي واهي واهي، تمام، وهتلاقي بقى ايه؟ فايبرس تيشو وجرانيوليشن فايبرس تيشو. واهم حاجه بيبقى فيه ايه؟ يعني بص خلينا نرسم الفايبرس تيشو بالليل بلون تاني، يعني هنرسم الفايبرس تيشو باللون ده اهو، بيبقى فيه فايبرس تيشو وفي نفس الوقت بيبقى فيه فاسكولار ايه؟ فيسلز. هتلاقي فيه فيسلز فايبروفاسكولار ايه؟ او فايبروفاسكولار. يا ده يعني يا اما يكون في جرانيوليشن تيشو، والجرانيوليشن تيشو ممكن بعد كده يبقى يقلب بماتيور فايبروفاسكولار ايه تيشو، يعني ده يقلب ده في الاخر اللي هو المقال الجرانيوليشن تيشو في الاخر. with excessive re-epithelialization، يعني هنا الابيثيليوم هنا بيبدا يعني يعاد تكوينه تاني. with reparative tissue formed after mucosal ulceration، يعني بعد ما الميكوزا بيحصل فيها، نفترض حصل هنا ألسر، فبيبدا بقى ايه الكلام ده؟ يبدا يهيل بايه؟ باول حاجه جرانيوليشن تيشو، بعد جرانيوليشن تيشو يبدا يجي بقى فايبروفاسكولار تيشو، ويبدا بقى الابيثيليوم بقى ايه يحوط الكلام ده، يحصل بقى re-epithelialization، وفي نفس الوقت يبدا يحصل اللي هو يبدا يعاد تهيئه التيشو من تاني، ريباريتيف تيشو، يعني بيعيد نفسه من تاني. فورمت اوف ايه؟ افتر فورمت افتر ميكوزال الستريشن. زي كده بص كده هتلاقي فيه ادي البوليب اهي، وفيها ايه؟ فيها فايبروفاسكولار، حتت بيضه وحتت حمراء. الحتت الحمراء معناها ان في فيسل في الموضوع. طيب هل هي ممكن تقلب مالجنانت؟ لا، هو كاتب لك ان هي نوت مالجنانت، ولكن انا كنت قرات في كتب تانية ان هي بري كانسرس كونديشن، يعني هتاكد من المعلومه وبعد كده هقول لكم. يعني كنت قرات ان هي بري كانسرس، يعني هما كانوا بيقولوا لان الالسيرتيف كولايتس بتقلب بكانسر، فقال لك ان السودو بوليب دي بتقلب بكانسر عادي يعني. فاذا انا دلوقتي بتكلم في الانفلاماتوري بوليب اللي هي غالبا بتحصل في الالسيرتيف كولايتس، بتحصل بسبب ايه؟ بسبب ان الحته دي ماتت، تمام، فبتبدا تهيل بفايبرس تيشو، بتهيل بفايبرس تيشو. الاول يبقى جرانيوليشن تيشو، تمام، حتت محببه بيسموه جرانيوليشن لانه بيبقى محبب لما ببص بعيني، وفي نفس الوقت بعد كده يقلب بفايبر فاسكولار ايه تيشو، بيعاد تهيئته من تاني. يعني الكلام ده كله مختصره ان بيعاد تهيئه الابيثيليوم من تاني بسبب الالسر اللي تم تكوينه. وي ات هاف نو مالجنانت بوتنشال، عشان كده صنفناها تبع مين؟ تبع الايه؟ النون نيوبلاستيك. اخر حاجه بقى اللي هي الليمفويد، اخر حاجه اللي هي الليمفويد، الليمفويد بوليب دي تو هايبر بليزيا اوف ليمفويد تيشو. انا عايزك بس تكتب لي على الليمفويد دي ان هي بتحصل اكتر في السمول انتستين، تحصل اكتر في الايه؟ في السمول انتستين. اشمعنى في السمول انتستين؟ لان السمول انتستين لو جيت بصيت عليه هتلاقيه مليان ليمفويد تيشو. يا اخي ده احنا كنا لسه واخدين في الاناتومي ان ايه الفرق ما بين الجيوجينم والاليام. الاليام بتلاقي فيه ليمفويد تيشو كتير في قلب الايه؟ في قلب الوول بتاعه، اللي هي اسمها ايه؟ اسمها البايرز باتشز، صح؟ البايرز ايه؟ باتشز. فبالتالي ممكن يحصل هنا الانفلاماتوري سيلز دي او الليمفوسايتس اللي هنا، ممكن ليمفويد بوليب ممكن بقى ايه تتكاثر وتكون لك هذه الايه؟ اللي هي الليمفوما، يعني تبقى ليمفويد بوليب دي تو هايبربليزيا او في الليمفويد ايه؟ في الليمفويد تيشو. بس لو في ليمفوما بتحصل اكتر في السمول انتستين، ودي حاله يعني بنت عمي عندها نفس الكلام ده، عندها ليمفوما، كان عندها ليمفوما في السمول انتستين واضطرينا ان احنا نشيلها عن طريق ان احنا نقطع حته من السمول انتستين وهكذا. فدي الفكره بتاعت الايه؟ النون نيوبلاستيك. خدنا الهايبر بلاستيك والجوفينايل، خدنا الليمفويد، وخدنا الايه؟ الانفلاماتوري بوليب. باختصار الهايبر بلاستيك دي موست كومن اهو، الموست كومن جنرالي سمولر واند ايه بريدومينتلي لوكيتد ان الريكتوسيجمويد ريجن. الهايبر بلاستيك بتحصل في الريكتام والسيجمويد ريجن، اوكيشنالي ايفولفز ان سيريتد بوليبس اند مور ادفانسد ليجنز، تمام، يعني ممكن تقلب بسيريتد بوليب. سيبك من الكلام ده، المهم بقى ايه؟ الانفلاماتوري سودو بوليب دي تو ميكوزال ايروجن. في الانفلاماتوري باول ديزيز خصوصا ايه؟ اكتب جنبها كده الالسيراتيف ايه؟ الالسيراتيف كولايتس، تمام. بعد كده بقى في ميكوزال بوليب وصب ميكوزال قراءه، يعني مش لازم تقرا الكلام ده، اهم حاجه بالنسبه لي الهايبر بلاستيك والانفلاماتوري بوليب ايه في الكلام ده. بعد كده في حاجه اسمها الهامرتوميتس بوليب هناخدها كمان شويه. طيب احنا ما زلنا في الانتستينال بوليبس، خلصنا النون نيوبلاستيك، بس فاضل فيهم حاجه كده هناخدها اللي هي اسمها الهامرتوميتس بوليبس. هامرتوميتس بوليبس تعالوا كده نبص عليه. الهامرتوميتس بوليبس بتحصل في سندروم اسمه بوتس جوجر سندروم، اسمه كده، اسمه بوتس جوجر سندروم. السندروم ده بيبقى رير اصلا، مش مشهور قوي، قراءه فقط لا غير. بيحصل ايه بقى؟ بيحصل حاجه اسمها الهامرتوما. يعني كلمه هامرتوما؟ هل الهامرتوما بري كانسرس كونديشن او يعني ممكن تقلب بمالجنسي؟ لا، هي اصلا تصنيفها ايه؟ تصنيفها تبع النون نيوبلاستيك، يعني لا هي بناين ولا هي مالجنانت ايه تيومر ولا حاجه. كل ما في الموضوع في الهامرتوما ايه؟ ان شايف لو ده مثلا حاجه طبيعيه، يعني ابيثيليوم طبيعي او جلاند طبيعيه في الايه؟ في الانتستين. الجلاند دي بتبقى مال فورمد بس، يعني شكلها متغير نفس الابيثيليوم بس ايه؟ بس ترتيبه متغير. يعني تعالوا كده نبص في الايه؟ في الشكل ده. هل ده المنظر الطبيعي بتاع الهيستولوجي الطبيعي بتاع الانتستين بتاعتنا؟ لا طبعا، المنظر بيبدا يتغير. يعني بص المنظر الطبيعي عامل ازاي اهو، ده المنظر الطبيعي، بتبقى عباره عن ايه؟ كريبت او ايه؟ جلاند، وهذه الجلاند بتبقى ايه؟ لايند باي ابيثيليوم عادي جدا.
لو حصل فيها هايبر ميديزيا نقول هايبر بلاستيك بولي. لكن هنا مثلا، هنا مثلا هتلاقي الشكل متغير، هتلاقي ايه، هتلاقي هنا مثلا، تعال نبص على الصوره دي، هتلاقي مثلا هنا ايه خلايا كده بقت ايه، بقت حصل فيها هايبر ميديزيا، خلايا تانية بدات تكون لي الايه يعني جلاند مع جلاند مع جلاند، يكون لي المنظر الغريب ده، فبدا يحصل فيه مال فورميشن. فاهم كلمه في الهامر توما يعني ايه؟ كلمه هامر توما، هامر توما اكتب كده، اي هامر توما في الدنيا دي عباره عن مال فورميد، مال فورميد نورمال سيلز، مال فورميد نورمال سيلز ان نورمال سايت، ان نورمال سايت في المكان الطبيعي بتاعه، اند نورمال ايه، نورمال اوريجين. يعني لو ابيثيليوم مثلا جاي من اكتوديرم هيفضل زي ما هو، لا هيقلب ولا شكله هيتغير ولا اي حاجه، بس يعني ترتيب الايه الخلايا مع بعضها هيتغير، هيبدا يدينا شكل مختلف. لكن انت لو مسكت واحده من دول وبس بدات تبص على الابيثيليوم هتلاقيه بالظبط هو هو الابيثيليوم بتاع الانتستين بتاعتنا العاديه جدا. الفكره بقى ان انت هتبدا تلاحظ بقى ان ما بين كل ايه جلانز والتانيه شويه سموث ماسل، يعني ده اللي بيميز بقى الايه البوت جوجر سيندروم او الايه الهامرتوما اللي بتحصل في الانتستين بتاعتنا. فده هيرديتري حاجه وراثيه ديس اوردر، تمام. بيبدا يحصل ميوكوكوتينيوس بيجمنتيشن، يعني السيندروم بقى بتلاحظ فيه حاجتين. اول حاجه عندي الميوكوزا بتاعت هذه الاطفال اول ما بيتولدوا، يعني بتبدا تلاحظ ان في شويه بيجمنتيشنز، شويه ميلانوسايتس بدات تزيد في العدد، فتلاقي ايه في الجلد وعند الميوكوزا مثلا في البق عندهم او في اللبس او في الايه في ايا كان تبدا تلاحظ هذه البيجمنتيشن. فميوكوكوتينيوس بيجمنتيشن فين؟ في اللبس وفي الاورال ميوكوزا وعند ايه وعند الدم. ده اول حاجه بتحصل. تاني حاجه بقى اللي احنا عايزينها اللي هي الهامر توميتاس ايه بوليبس. فاذا هامر توميتاس بوليبس جزء من البوتس جوجر سيندروم، جزء من البوتس جوجر سيندروم بيحصل فيها حاجتين، اللي هي البوليبس اللي بتحصل في الانتستين اللي هي ادي البوليب اهي، ودي لما شفتها تحت الميكروسكوب قلت هامرتوما بناء على شكلها تحت الميكروسكوب، وبيحصل معاها الحاجه الثانيه اللي هي البيجمنتيشن اللي انت شايفها دي. لو انت شفتها كده يوصف لي شكلها كجروس هنا فيها ايه، دي بتبقى مالتيبل سيسايل جي اي تي بوليبس، يعني تلاقي واحده هنا احنا شفناها، لو دخلنا ثاني ممكن نلاقي واحده ثانيه وبتبقى سيسايل. يعني سيسايل يعني ما لهاش رقبه، يعني ايه الميكوزا بتترفع كده من غير رقبه ولا حاجه. فده ايه، ده بالنسبه لايه للجروس بتاعها الميكروسكوب، وده الاهم. دي بتبقى عباره عن بوليبس فورمد اوف ايه بقى، جلاندز عاديه ميوكاس جلاندز او تيوبولز اند مايكروسايتس having smooth muscular stroma. بص اهم كلمه ايه، having smooth muscular stroma، لان ده السؤال الام سي كيو يقول لك في البوتس جوجر سيندروم كاركترايزد باي ايه، بيبقى فيها ايه، بيبقى هتقول له مثلا هيقول لك ان ده هيرديتري كونديشن، هيقول لك ان ده بيبقى فيها هامرتوما وفي بيجمنتيشن في الميكوكوتينيوس عند مثلا عند التنج او عند اللبس او عند ايه الاورال ميكوزا، تمام. يقول لك مثلا هل بيبقى معاها سموث ماسل ولا لا، طبعا بيبقى معاها سموث ماسل، ده اهم حاجه بتميز لها ايه البوتس جوجر سيندروم، البوتس جوجر سيندروم. طيب انا كده يعتبر خلصت كل حاجه يعتبر في النون نيوبلاستيك، قلت الهايبر بلاستيك خلاص انت عارف هايبر من الاسم بيزداد العدد وخلاص. الجوفينايد بتحصل بس في اطفال اقل من 5 سنين، وبيبقى اهم كلمه فيها كلمه السيست. ليمفويد ودي بتحصل اكتر في السمول انتستين، وانفلاماتوري بوليبس زي ايه زي السودو بوليبس اللي موجوده في الالسرتيف كولايتس، وخدنا الهامرتوما كواحد من الايه من السندروم اللي هو اسمه البوتس جوجر سندروم. طيب تعالوا كده في النيوبلاستيك بقى نبدا نقسم النيوبلاستيك لبيناين ومالجنان. اول حاجه اللي هي الادينوما، سيبك من الكلام ده، هناخد بس حاجه كده اسمها فاميليال ادينوميتاس بوليبوزس. بص انا مش بشرح بنفس ترتيب الكتاب، انا بس ايه نطيت شويه على الحاجتين دول اللي هم البوتس جوجر سندروم والفاميليال ادينوميتس بوليبوزس، بما اننا في الايه في البوليبس في الايه في النيوبلاستيك. اول حاجه في الفاميليال ادينوميتس بوليبوزس ده على فكره حاجه مشهوره مهم جدا تكون عارفها، الفاميليال ادينوميتس بوليبوزس وايه الفرق ما بينها وما بين الجاردنر وما بين الايه وما بين التوركوتس سيندروم. بص من اسمها كلمه فاميليال يعني وراثي، يعني المرض ده بيكون اوتوسومال دوميننت، بيكون ايه اوتوسومال، يعني ايه اوتوسومال دوميننت، يعني هتلاقي الجين يعني مثلا دي الخليه اهي، دي بتاعه الاب بتاعه الاب ودي بتاعه الام، هتلاقي الجين اللي فيه المشكله انت وارثه من ابوك ومن امك، يعني المشكله انت وارثها من الاثنين، فعشان كده قلنا عليها اوتوسومال ايه دوميننت، يعني صفه سائده، فبالتالي ادم انت وارثه من الاثنين فيظهر عليك الايه الاعراض، وحتى لو انت ورثت من واحد بس هتظهر عليك الاعراض برضه، يعني حتى لو انت ورثته من واحد بس هتظهر، لان ده اوتوسومال دوميننت صفه سائده، لو انت خدت جين من اب واحد بس هتظهر عليك الاعراض، بعكس الاوتوسومال ريسيسيف لازم تاخده من الايه من الاثنين. فده فاميليال يعني ايه اوتوسومال دوميننت ادينوميتاس بوليبوزس، يعني ايه بقى تعالوا كده نبص فاميليال ادينوميتاس بوليبوزس، تعالوا كده نبص للايه المنظر ده، ده عباره عن ايه حته من القولون، بس انا ايه بس انا قطعت الول من قدام وسبت بس ايه وفردته، يعني فردته كده عشان اوريك الايه اليومي من جوه شكله عامل ازاي، حرفيا مليان بوليبول. بص كده ادي واحده 2 3 بص عدد يعني ايه لا يعقل، يعني انت ماشي كده انت لو داخل بايه باندوسكوب هتلاقي بوليبس في كل حته، يعني عشان كده سميناها بوليبوزز، يعني هاندردز يعني اكتر من 100 بوليبس حرفيا. احنا قبل كده طول ما احنا ماشيين هايبر بلاستيك ممكن تلاقيها مالتيبل واحده ولا 2 ولا 3، هنا في الجوفينايل بتبقى سنجل مش عارف ايه، انت هنا بص من اسمها بوليبوز، يعني هتلاقي بوليبس في كل حته في قلب الايه في قلب القولون بتاعك، بيبقى تبقى ديفلوب من 500 ل 2500 كولونيك ايه ادينوماز. المنظر بتاعها بقى لما تيجي تشوفها يا اما تيوبولار ادينوما يا اما فيلاس ادينوما، يعني ايه بقى الكلام ده، بص كده التيوبولار ادينوما يعني ايه، يعني بتكون تيوبيولز، يعني بص هتلاقي كده ادي الجلاند اهي وبدا يكون تيوبيولز، تعالوا كده نبص لو ده النورمال جلاند بتاعتنا، لو دي الايه الكريبتس اهي وبتبقى بلايند بسيمبل كولومنر ابيثيليوم عادي،
وفي جوبلت سيلز عادي، ده الطبيعي، ده النورمال كلونيك ميوكوزا. التيوبيلر ايه اللي بيحصل بقى؟ بيبدا الجلاند دي تبدا تتكاثر، او الخلايا اللي فيها تبدا تتكاثر وتكون لي نفس المنظر، نفس التيوبيولز، نفس المنظر ولكن بشكل مختلف على هي التيوبيلر زي بتاع القولون بالظبط. بعكس بقى الفيلس، يعني ايه فيلس؟ قال لك ان الفيلس يعني هيكون ستراكشر يشبه الفيلاي بتاعت السمول انتست. مش انا قلت لك ان السمول انتست بتبقى عامله فيلاي كده صح؟ هي بقى الخلايا هتبدا تتكاثر لدرجه ان هي تعمل لك هذه الايه؟ هذا المنظر اوف الفيلاي. فيا اما تيوبيولز، يا اما تيوبيولز، يا اما ايه؟ يا اما فيلاي. ده اللي احنا عارفينه في البناين ابيسيليام تيومرز في الانتستين. هنا بقى نفس الكلام، انت لو جيت بقى اخدت الكلام ده وبصيت عليه تحت الميكروسكوب، يا اما تلاقيه تيوبيلر ادينوما او فيلس ادينوما. فيلس يعني ايه؟ عامل فيلاي. تيوبيلر يعني ايه؟ يعني عامل تيوبيولز. تمام. فهنا اكتر بقى التيوبيلر ادينوما اكتر من الفيلس ايه؟ من الفيلس ادينوما. ده في الايه؟ في الفاميليا الادينوماتس ايه؟ بوليبوز. قلنا ان هو فاميليا ليه؟ لانه بيبقى اوتوسومال دومينت. لو انت خدت الجين من ابوك بس هيحصل عندك المرض، او من امك بس هتحصل عندك المرض. هيريديتري اوتوسومال دومينت ديس اوردرز بتحصل اكتر في اليانج ايه؟ في اليانج ايج، لانه هيريديتري فبيبدا يظهر الاعراض بتاعته بدري. بري كانسرس كونديشن، طبعا لو ما كانش ده بري كانسرس مين اللي هيكون بري كانسرس؟ ده 100% هيقلب كانسر، 100% هيقلب بكانسر عند ايه؟ عند 30 سنه. انت متخيل؟ يعني انا عايز اتخيل طفل زي ده بدا يجي لنا المستشفى ووالدته جابته او والده جابه بان هو بيشتكي مشاكل في الايه؟ في القولون بتاعه، بطنه بتوجعه، عنده اسهال، عنده دم بينزف، ايا كان. المهم ايه؟ بدانا ندخل بايه؟ بمنظار عشان نشوف الايه؟ البوليبس العديده دي. فخلاص بدانا ايه؟ نقول ان الشخص ده او الطفل ده عنده فاميليا الادينوميتس بالبوزز. طب ايه الحل يا دكتور؟ قال لك والله العظيم للاسف احنا لازم نشيل القولون، لازم نشيل قبل سن 12 سنه، لازم القولون يتشال. ليه؟ لان لو اتساب على كده، لو اتساب على كده هيقلب بكانسر، لانه بري كانسرس كونديشن عند سن 30 سنه. فالحته اللي فيها المشكله دي نبدا نقصها كده، قولون مثلا لقينا المنطقه دي فيها الايه؟ فيها البوليبوزز زياده، نبدا نقصها كده ونوصل الحته دي بالحته اللي بعدها. ولو القولون كله للاسف هنضطر نشيله برضه. فدي الفكره بتاعت مين؟ بتاعت الفاميليا البوليبوزز ايه؟ او الفاميليا الادينوميتس بوليبوزز. شايف بقى الفاميليا الادينوميتس بوليبوزز ده هو ممكن يحصل بقى معاه شويه اعراض ثانيه. فيعني مثلا لقينا في ناس عندهم فاميليا الادينوميتس بوليبوزز، لقينا في يعني مثلا لو دي السكال بتاعته، لو دي السكال تمام اهي، لقينا ان في السكال بيحصل اوستيوما، يعني الخلايا بتاعه البون بتاعه السكال بدات تتكاثر وتكون حاجه اسمها اوستيوما. فلقينا برضو مثلا عند الناس دي تحت الجلد مثلا عندهم هنا بيحصل شويه سيستات كده تحت الجلد، او مش تحت الجلد بقى، في الابيديرمس بتاع الجلد، فنسميها ابيديرمال ايه؟ ابيديرمال سيست. ومعاهم ممكن يحصل حاجه اسمها فايبروماتوز، يعني الفايبروبلاست بدات يحصل فيها تيومر. والفايبروماتوز ده ليه اسم تاني برضو اسمه ديزمويد تيومر، او اسمه كده اسمه ديزمويد ايه؟ تيومر. ما علينا، انت بس تبقى عارف كده ان ده كده على بعضه اسمه حاجه اسمها جاردنر سيندروم، اسمه كده اسمه جاردنر سيندروم، ان انت تلاقي الفاميليا الادينوميتس بالبوزز والطفل ده بيجي يشتكي بنفس الاعراض بتاعه الايه؟ الفاميليا الادينوميتس بالبوزز العاديه زائد معاه حاجات ثانيه. يعني مثلا تلاقي معاه مالتيبل اوستيوماز، يعني اوستيوما هنا في العظم ده، في العظم في حته ثانيه من العظم، وهكذا. يعني تبدا تدور بقى، يعني الطبيعي ان انت لما تلاقي عيان عنده فاميليا الادينوميتس بالبوزز تبدا تدور بقى هل هو جاردنر ولا مش جاردنر. ده سيمبل يعني فاميليا الادينوميتس بالبوزز. تدور ازاي؟ تبدا تدور في العظم بتاعه كله، هل عنده مالتيبل اوستيوماز ولا لا؟ تبدا تدور في الجلد بتاعه، هل في سيستات موجوده في الجلد؟ سيستات كده موجوده في الجلد مليانه فلويد، يعني سيست وفيها فلويد موجوده في الجلد، ابيديرمال سيستس يعني ولا لا؟ تبدا تدور بقى على الفايبروماتوزز، يعني الفايبر بدا يحصل فيها ايه؟ فايبروبلاست بدا يحصل فيها تيومر. تبدا تدور على الكلام ده في جلده. فلو لقيت الكلام ده يبقى دي الكرايتيريا بتاعت الجاردنر سيندروم. لقينا بقى نفس الكلام بالظبط، يعني في طفل تاني بيحصل معاه فاميليا الادينوماتس بالبوزز عاديه زائد معاها برين تيومر. لو معاها برين تيومر او سينس تيومر ده نقول عليه التوركوتس سيندروم، التوركوتس سيندروم. فده كده بالنسبه لايه؟ للنيوبلاستيك بناين. خلصنا مين؟ خلصنا فاميليا الادينوماتس بالبوزز، خلصنا الجاردنر سيندروم والتوركوتس. طبعا الكلام ده بيبقى رير، يعني الكلام ده بيبقى رير. الاشهر هو مين؟ هو الفاميليا الادينوماتس ايه؟ بوليبوزز. طيب تعالوا بقى ندخل بقى على التيومرز اوف السمول انتستين. احنا بنقسم التيومرز عموما لحاجتين، يا اما بناين يا اما مالجنت. البناين هل بيطلع من الابيسيليوم ولا بيطلع من ايه؟ يعني ده الابيسيليوم اهو، هل بيطلع من الابيسيليوم ده ولا بيطلع من الميزينكايم اللي تحت الابيسيليوم اللي هو الكونكتيف تيشو؟ لو من الابيسيليوم نبدا نقول بقى مش ده في الابيسيليوم ده كان مكون جلاندز صح؟ يعني الخليه دي بدات تعمل لي كريبتات مثلا. لا احنا هنا في السمول انتستين فنقول الخليه عامله لي فيلاي. الفيلاي دي لما جينا لو خدت فيها كات سيكشن هلاقيها عباره عن تيوبيولز صح؟ طيب يعني عباره عن جلانز برضه. الجلانز دي لو حصل فيها تيومر نقول عليه بقى ايه؟ ادينوما، او اسمها الادينوميتس ايه؟ بوليبس. سواء بقى تيوبيلر اللي هو شبه ده، تيوبيلر اللي هو ده، تيوبيلر اهو تيوبيلر، او فيلس اللي هو تتكون لي ايه؟ حاجه تشبه الفيلاي بتاعه مين؟ بتاعه السمول انتستين، او ميكس ما بين الاثنين فنقول عليها تيوبيلو فيلس. او في حاجه اسمها بوتس جوجر سيندروم، ما هو ده تبعها اللي هو ايه؟ في اللي هو اللي لسه قايلينه اسمه ايه؟ بوتس جوجر سيندروم. ده بيحصل في السمول انتست. فاحنا شرحناه ليه بقى؟ لان هو بناين كونديشن، بيحصل فيه بوليبس، بتحصل فيه بوليبس، زائد طبعا ان بيحصل معاه ايه؟ اللي هو الحاجات دي اللي هي الميلانين ديبوزيشن في الميوكوزا وفي الاورال ميوكوزا وهكذا، او في التانج وهكذا.
فده طبعا تبع الابيسيليوم. كل ده طالع منين؟ طالع من الابيسيليوم. يبقى ده بناين كونديشن، يا اما ادينوميتس يا اما بوتس جوجر سيندروم. طيب ممكن ميزينكايمال، يعني في هنا مثلا سموث ماسل، مش هنا بيبقى في ميوكوزا صب ميوكوزا ماسكلوزا اللي هي سموث ماسل، لو حصل فيها تيومر بناين بنقول عليه ليوم يوم. لو في شويه الدهون الموجودين هنا حصل فيها تيومر بنقول عليها لايبوم. لو مثلا في الليمف اللي موجود هنا نقول عليها ليمفانجيوما، في البلاد فيسل هيمانجيوما، في الفايبرس تيشو نقول فايبروما، وهكذا. او حاجه اسمها الجيست اللي هو جاسترو انتستينال سترومال تيومر، جاسترو انتستينال سترومال تيومر، يعني تيومر بيحصل بس بسبب الاستروما، يعني ايه في اي حته من الايه من الخلايا اللي في الاستروما مش في الابيسيل. فده اللي هو ايه كلام قراءه فقط لا غير. انت بتبقى عارف ان في هنا صب ميوكوزا فيها فايبرس تيشو يبقى ممكن يحصل منها فايبروما، بتبقى عارف ان في دهون يبقى لايبوما، في بلاد فيسل يبقى هيمانجيوما، في مش عارف كلام قراءه فقط لا غير. اهم حاجه تركز لي على الادينوميتس في الابيسيليوم، ادينوميتس بوليبس، والبوتس جوجر سيندروم ده اللي فعلا تذكره، لسه شارحين البوتس جوجر سيندروم من شويه. طيب لو حصل بقى مالجنان في السمول انتستين، مش هنا كانت عباره عن فيلاي، والفيلاي دي مكونه جلاندز، لو خدت فيها كات سيكشن هلاقيها عباره عن جلاندز صح. طب ما الجلاندز دي لو حصل فيها مالجنانت تيومر ممكن يبقى الاول ادينوميتس، ممكن يبقى الاول ادينوميتس بوليب وتقلب بمالجنانت اللي هو اسمه بقى ايه، اذا كان دي اسمها ادينوما فدي اسمها ادينوكارسينوما، او بقى الكارسينويد تيومر، وده اللي احنا هنركز عليه في السمول انتستين، ده اللي احنا هنركز عليه، ده مهم جدا 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 الكارسينويد تيومر ده. طيب الميزينكايمال بقى اللي هو بقى تحت هنا، لو حصل كارسينوما في الميزينكايم، لو ليو مايوما هتقلب بليو مايو ساركوما، هنا ما تقولش كارسينوما، الكارسينوما بس في الابيسيليوم، ادم في كونكتيف تيشو قلب بمالجنانت تيومر نقول عليه ساركوما، فليو مايوما تقلب بليو مايو ساركوما. مثلا مشكله في البلاد فيسل، سواء بقى بلاد فيسل زي الهيمانجيوما مثلا او الليمف فيسل، فيبدا يحصل بقى انجيو ساركوما. لو في الليمف مثلا حصل فيه مشكله تبدا بقى الليمفوما. على فكره الليمفوما شهيره في السمول انتستين، ليه؟ لان السمول انتستين اتفقنا ان الاليوم خصوصا الاليوم بيحتوي على حاجه اسمها البايرس باتشز، يعني في ليمفويد فوليكلز كتير في قلب مين؟ في قلب الاليوم، يعني ده اسمه ايه؟ الاليوم. فممكن لو حصل يعني الخلايا دي بدات تتجنن ولا حاجه تقلب بليمفوما، ودي انا قلت لكم دي حاله بنت عمتي عندها الايه الليمفوما دي، تمام. فده بيحصل اكتر في السمول انتستين، تمام. ده ايه؟ دي حاجه اللي هو ميكوزا الاسوشيتد ليمفويد تيشو، اللي هو المالت ميكوزا الاسوشيتد ليمفويد تيشو. ليمفويد تيشو يعني مش ليمف نودز، لا بيبقى عباره عن ليمفوسايتس بس متجمعه مع الميكوزا، اسوشيت جنب الميكوزا، ميكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو زي اللي موجوده في مين؟ في البايرز، في البايرز باتشز اوف الايه اوف الاليوم، تمام. يبقى ده كده ايه مختصر الكلام. طيب انا هعمل ايه بقى؟ انا هقوم ماسك مش في مالجنانت تيومر في السمول انتستين اللي هو الكارسينويد تيومر ده اللي بيطلع من الابيسيليوم، هبدا اخده. قالك يبقى قالك ان لو نفترض ان دي كده ده كده حته من الايه من الانتستين، اي حته من السمول انتستين بقى سواء بقى ديودينام جوجينام ايليوم، تمام. انا هبدا امسك الحته دي وابص على الوول بتاعها، هلاحظ ان الوول بتاعها بيبقى عامل كده اهو، بيبقى عباره عن خلايا، والخلايا دي عامله لي فيلاي، عامله لي فيلاي، تمام. يعني ايه؟ بيبقى فيه بيسيليوم كده وعامله لي ايه حاجه اسمها الفيلاي عشان تزود من الابزوربتيف اريا. انا واخد فيها كات سيكشن واشوف الفيلاي دي شكلها عامل ازاي، هلاحظ ان هي بتبقى ايه ده كده السيكشن بتاعي بتبقى عباره عن حاجات كده، حاجه كده تيوبيولز كده اهي اهي، عامله لي جلانز يعني جلانز. ومن ضمن الخلايا اللي موجوده خلايا اسمها ايه ارجنتافين سيلز، او الاسم الثاني بتاعها نيورو اندوكراين سيلز. نيورو اندوكراين سيلز بتفرز ماده معينه اسمها ايه؟ اسمها السيروتونين، ده اهم ماده بتفرزها اسمها السيروتونين. انت لو شفتها تحت الميكروسكوب هتلاحظ ان هي خلايا كده وجرانيولار، ليه جرانيولار؟ ان فيها نواه وجرانيولار ليه؟ عشان الجرانيولز دي بتحوي ماده كيميائيه اسمها السيروتونين، اسمها السيروتونين، مهم جدا. فده اسمه نيورو اندوكراين نيوبلازم، او اسمه ارجنتافينوما عشان الخلايا دي برضو اسمها ارجنتافين سيلز، فاسمها ارجنتافينوما او الاسم الاشهر بقى الكارسينويد تيوم بيطلع من نيورو اندوكراين سيلز. طيب دي اسمها ارجنتافين سيلز، موجوده فين الارجنتافين سيلز؟ مكانها فين في السمول انتستين؟ لو ده السيكم ودي الابندكس، هي مشهوره في الابندكس جدا، يبقى اشهر مكان بيطلع منه الكارسينويد تيومر هو مين؟ هو الابندكس، تمام. والترمينال ايه يعني المنطقتين دول، ادي الاليوم اهو نهايه الاليوم، ده كده الاليوم، وادي مين؟ وادي الابندكس صح. الاشهر والابندكس يلي مين؟ يلي الاليوم، فده الاشهر ثم مين اللي يليه بقى باللون الاخضر ده، ثم يلي الاليوم، تمام. يبقى الابندكس عند الديستال ايه الحته الاخيره من الاليوم. فروم مين؟ عبود سيلز، عبود سيلز، عبود سيلز اختصار لامين بريكيرسور ابتيك ديكاربوكسيليشن. ده حوار انا مش هشرحه، بس انت تفهم ان في حاجه اسمها عبود سيلز، سموها عبود سيلز ليه؟ لان هي بتاخد التريبتوفان وتحوله لسيروتونين، ودي اهم ماده لازم تكون عارفها، السيروتونين هي دي اللي بتسبب الاعراض كلها. طيب خد بالك بقى انا بتكلم عن حاجه اسمها كارسينويد تيومر، ما بتكلمش عن الكارسينويد سيندروم خالص دلوقتي، ماليش دعوه بالسيندروم، ولازم تفرق لي ما بين التيومر وما بين السيندروم. طيب تاني انا بتكلم عن حاجه اسمها كارسينويد سيندروم، انا لما جيت مسكت كده الاليوم التيرمينال اليوم او الابندكس لقيت في الوول بتاعه في هنا كده هتلاقي فيه خلايا، هذه الخلايا الخلايا اسمها عبود سيلز، او اسمها النيورو اندوكراين سيلز، او اسمها ارجنتافين سيلز، كل ده اسامي شهيره ليها. عبود سيلز دي جايه من اختصار ايه؟ امين بريكيرسور ابتيك ديكربوكسيليشن، بتعمل ايه يعني؟ بتاخد التريبتوفان
وتبدا تعمل ديكربوكسيشن عشان يتحول لماده اسمها السيروتونين. بص ما تقراش او ايه، اقرا بس او تحفظ ان في حاجه اسمها عبود. المهم ان العبود سيلز دي بتحول التريبتوفان لمين؟ للسيروتونين. وانا اهم حاجه عندي مين هو السيروتونين. فانا في السطرين دول هقرا ايه؟ هقرا نيورو اندوكراين سيلز، هقرا ارجنتافين سيلز، هقرا عبود سيلز، وان هم بينتجوا ماده الايه؟ السيروتونين. بتيجي اكتر في مين؟ بص انا هقرا ايه في السايتس، بتحصل اكتر في الابندكس والسمول انتستين، تحديدا مين؟ تحديدا الاليوم. الباقي قراءه، يعني الريكتم 15%، البرونكاي 12%، اللارج انتستين 10%. انا ببقى عارف بس ان اشهر مكان هو الابندكس، يالي مين؟ يالي السمول انتستين، تحديدا مين؟ التيرمينال اليوم. من 35 ل 45% لوكال مالجنت، يعني ما بينتشرش للدم قوي، يعني ايه؟ بس هنقول كمان شويه الفكره بتاعته برضه، بيبقى لوكال ايه؟ لوكال مالجنت، مشكلته في ايه؟ في مكانه هنا. طيب بتحصل في السمول انتستين بنسبه 20 ل 25%، ثم بعد كده الريكتم، وممكن تحصل في البرونكاي، ممكن تحصل في اللارج انتست، ولكن الاشهر مين؟ انا هقرا مين؟ هقرا الاثنين دول، ابندكس والسمول انتستين. طيب ايه الفكره بقى؟ تخيل انا جبت الابندكس دي وبصيت عليها كده بعينيه جروس، وبصيت عليها تحت الميكروسكوب، لقيت ايه؟ بص انا هجيب الصوره دي تحت شويه عشان تبقى ايه معانا في الايه، في الميكروسكوب يعني، تمام. طيب لو دي الابندكس اهي، الاحظ ان في التيب بتاعتها او في نهايتها، في نهايتها هتلاحظ ان في حاجه او ايه، في سويلنج كده في النهايه، بالبس سويلنج، يعني حاجه مدوره كده في نهايه الايه، في نهايه الابندكس، بيقفل الابندكس فبيعمل لها اوبستراكشن، فممكن يحصل بسببها الالتهاب، ففريكوانتلي اوبليتريتس الايه، اوبليتريتس اليوم بتاع الايه، بتاع الابندكس ده كده لو حصل في الايه، في الابندكس. طب لو حصل في السمول انتستين، في السمول انتستين بص بقى ايه، لو ده الوول بتاع السمول انتستين اللي هو الايليوم مثلا، ادي اهو، بص بقى اللي بيحصل، شايف الوول اهو، اهو بيبدا يحصل كده، شايف الوول انتراميورال، يعني بتلاقي الخلايا بدات تتجنن هنا، النيورو اندوكراين سيلز بداوا يتجننوا هنا اهو، بداوا يتجننوا في الحته دي، فانتراميورال او حتى في الصب ميوكوزا، يعني لو دي الميوكوزا بيبدا يكبر الدنيا في الايه، في الصب ميوكوزا، في الصب ميوكوزا، فممكن تبقى انتراميورال او في صب ميوكوزا الماس. فانت تلاحظ بقى ايه، ادي اهو ده كده الطبيعي بتاع الايه، بتاع اليوم بتاع الانتستين، فتلاقي ان في اليفيشن بدا يطلع كده. الاليفيشن ده طوله كام او الدايمتر بتاعه كام؟ حوالي من 4 ل 5 ايه، 5 سنتيمتر، كلام قراءه فقط لا غير. الفكره بقى لونه ايه هنا في السمول انتستين؟ لونه يلو تان، يعني ايه؟ اصفر، ابييرنس اور ترانزكشن، مش عارف، وز انتكت ميكوزا. الميكوزا اهم حاجه بتبقى ايه، بتبقى انتكت. بص باختصار في جروس، انا مش هركز قوي على اي حاجه، ان في الابندكس بس بتحصل عند التيب، سويلنج بيحصل عند التيب وبيقفل اليومين. طب في السمول انتستين بيبقى انترا ميورال جوه الوول ذات نفسه، او في الصب ميوكوزا سويلنج ولونه اصفر بس على كده. ده اللي انا ايه، ده اللي انا هركز عليه اهو، هركز لك اهو، لونه اصفر انترا ميورال او صب ميوكوزا سويلنج وخلاص على كده. طب بالنسبه للميكروسكوب، تعالوا كده نبص على المنظر ده، دي تجمعات من الخلايا السرطانيه نيورو اندوكراين سيلز، ابص اهو متجمعين مع بعض وكلهم شبه بعض، كل الخليه دي شبه الخليه دي شبه الخليه اللي بعضها، فاقول ان التجمعات دي ممكن على هيئه ايه، يعني ممكن تلاقي مثلا ايه مجمعين لك على هيئه جلاند زي ما انت ما شايف، ممكن يبقى فيه ترابيكولي، او ممكن تبقى شيتس، يعني الخلايا تبقى جنب بعضها كده عامله لك شيتس، او ممكن ترابيكولي كده جنب بعضها وخلاص، ايا كان تجمعها شكله عامل ازاي، الفكره في الايه، في الخلايا ذات نفسها، يعني انت لما تبص على المنظر ده تلاقي الخلايا متجمعه مع بعض هنا كده اهو، كلهم شبه بعض واخدين نفس الوتيره، فنقول عليها مونوتونس تيومر، يعني كلهم نفس الوتيره، كل الخلايا شبه بعضها. لما تيجي تاخد خليه من ضمن الخليه دي، ندخل مع بعض ان انا خدت خليه اهي، هلاحظ ان الخليه دي السيتوبلازم بتاعها بيبقى لونه بينك ان كلر وجرانيولر محبب زي ما انت ما شايف. لو انا مسكت المحببه دي، يعني ايه؟ يعني لو بصيت عليها تحت الالكترون مايكروسكوب هلاقي ان الجرانيولز دي ما هي الا ساك، ومليان ايه؟ مليان الماده الكيميائيه بتاعتي اللي هي اسمها السيروتونين، اللي اسمها ايه؟ السيروتونين. تخيل بقى الخليه دي لو فرقعت والسيروتونين اللي جوه ده بدا يخرج، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل مصايب. فده اول حاجه ايه، تبدا تلاحظها، ان بيبقى تجمعات من الخلايا على هيئه ترابيكولي، على جلاندز، على هيئه شيتس، وكلهم وفي السمول مونوتونس تيومر، يعني كلهم الخلايا دي كلها شبه بعضها، والسيتوبلازم بتاعها بيبقى، بص بقى السيتوبلازم اهم كلمه، او مش اهم كلمه، اهم حاجه تلاحظ ان النواه بتاعتها بتبقى شكلها عامل ازاي. النواه واخده اكبر حيز من السيتوبلازم، ليه؟ لانه تبع ايه، تبع المالجنانت تيومر، فالنواه الكروماتين اللي فيها بيبدا ايه، بيبدا يكوندنس على بعضه، وخد بالك ان الكروماتين بيبقى محبب او ايه، او الريجولر، يعني تلاقيه عامل كده اهو، الكروماتين بيبدا ايه، يبقى عامل لي كده، فالنواه واخده حيز كبير من السيتوبلازم، فالسيتوبلازم يبقى صغير سكانتي، فنقول ان السيتوبلازم سكانت، ولونه ايه، ولونه بينك ان كلر، واهم حاجه بيبقى ايه، بيبقى جرانيولر، فاهو بينك جرانيولر ايه، سيتوبلازم. النواه بقى شكلها عامل ازاي، ممكن تبقى راوندد، ممكن تبقى اوفال، ايا كان، ايا كان راوندد اور اوفال، المهم ان النواه شبه مين، شبه السولتان بيبر، البيبر ده اللي هو ايه، اللي هو الفلفل، يعني تدل على ايه، ان هو جرانيولر. يعني تعالوا كده نبص على الصوره دي، الصوره دي بتوضح لك الكلام، يعني بص كده شايف ده كده اللي هو الايه، الفلفل مع الملح، هما الاثنين مع بعض يعني اكنها مختلفه، او ايه الريجولر شكلها مختلف، النواه نفس الكلام، الكروماتين كوندنسد بس ايه، بس الريجولر ان شيب، فهو بص كده ده شكل النواه، بس لما قربت اكتر بقى تحت الايه، تحت الالكترون ايه، تحت الالكترون مايكروسكوب، فده الفكره بتاعت مين، ده كله بسبب ايه، بسبب التيومر، مالجنانت تيومر، فطبيعي يحصل فيه الكلام ده. فراوندد تو اوفال نيوكليس والسولت اند بيبر ايه، كروماتين باترن ويز ديليكيت انترفيننج ايه، فايبرو فاسكولار ستروما، يعني ما بين الايه، ما بين الخلايا دي وبعضها
يعني افترض خليه تانية شبه دي وخليه ثالثه وخليه رابعه، هلاقي هما مش سايبين مساحه للاستروما اصلا، فلاقي الاستروما بتاعتي ديليكيت وخفيفه انترفيننج فايبروفاسكولار، يعني تلاقي فيها فايبرس تيشو وفيها ايه، وفيها فيسل، وفيها فيسل زي ما انت ما شايف كده اهو، فايبروفاسكولار ايه انترفيننج استروما بس. فده اللي هو بالنسبه لايه، للجروس والايه والمايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الكارسينويد تيومر. اهم حاجه تركز لي في الجروس في الابندكس بتحصل في التب، في الانتستين بتحصل ايه انتراميورال او في سب ميكوزا وبيبقى لونها اصفر. في المايكروسكوب اهم حاجه الخلايا كلها على نفس الوتيره مونوتونس، كلها شبه بعضها، وبتبقى الخليه ذات نفسها بيبقى لونها ايه بينك ان كلر وجرانيولر، عشان ايه، عشان بيبقى فيها ماده السيروتونين، وفي نفس الوقت ايه ان النواه بتاعتها بتبقى جرانيولر او بتبقى الريجولار ان شيب شبه الايه سولت اند ووتر، يعني شبه الايه الملح والايه والفلفل مع بعضهم يعني كده. وبعد كده خدنا ان الاستروما ما بينهم بتبقى فايبروفاسكولار ايه استروما، وتبقى ديليكيت حاجه خفيفه بسبب ان الخليه كلها كترت في الايه في العدد، فقللت من الاستروما، يعني الاستروما اللي هي ايه اللي هي ما بينهم دي بتبقى فايبرو ايه فايبروفاسكولار. طيب ايه مصير الكلام ده؟ الكارسينويد تيومر مي بي بيناين او لو جريد مالجننت او ممكن يبقى مالجننت اكوردنج تو سايز اوف تيومر والفاسكولار انفيجن اند ديبث اوف انفيجن، يعني على حسب، على حسب ممكن ايه، ممكن يبقى بيناين يبقى في مكانه كده وخلاص، ممكن يبقى مالجننت والمالجننسي ممكن تبقى لو جريد مالجننسي او ايه او هاي جريد مالجننسي. ده كله على حسب ايه، على حسب حجم التيومر ايه، السايز بتاع التيومر ايه، وعلى حسب الفاسكولار انفيجن، هل التيومر ده عمل انفيجن للفيسل اللي جنبيه ولا لا، وفي نفس الوقت الديبث اوف انفيجن وصل لفين، يعني هل هو مازال في الميكوزا ولا وصل للسب ميكوزا ولا وصل لفين، يعني وصل لايه، لحد ما وصل للسيروزا، لحد ما يوصل للبلاد فيسل، فبالتالي يبدا يعمل انفيجن ويبدا ايه ينتشر بقى للايه للجسم. طيب ده بالنسبه للايه كارسينويد تيومر، يعني كل ده انا بتكلم على التيومر ذات نفسه. في حاجه بقى غير الكارسينويد تيومر اسمها كارسينويد سيندروم، لازم تفرق ما بين التيومر وما بين السيندروم. ايه اللي بيحصل؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. عايزك تتخيل ان دي نفترض ان دي الاليوم، تمام، والاليوم هتروح تفتح في مين، في السيكم صح، وادي مين، وادي الابندكس اهي، تمام. نفترض ان الاليوم حصل فيه هذا الكارسينويد تيومر، يعني الوول بتاعه اهو، ادي الوول بتاع الاليوم وحصل فيه هذا الايه، هذا الكارسينويد تيومر. ايه اللي ممكن يحصل بقى؟ يعني لو حصل في هنا كده 25% من الحالات ممكن هذا الكارسينويد تيومر ممكن ايه يبدا حجمه يكبر ويبدا يوصل للايه للسيروزا اللي بره. فلو وصل للسيروزا اللي بره ممكن يروح لمين، للبريتون اللي موجود هنا صح. فلو راح للبريتون اللي موجود هنا ايه اللي هيحصل؟ هو دلوقتي انتشر للبريتون ده، اول نقطه. مش هنا في ميزنتري مثلا، وميزنتري ده بيبقى فيه ليمف نودز، نفترض باللون الاخضر دي هي ليمف نودز، فممكن يعني يروح لمين، ليمف نودز بره. الفكره بقى في ايه، ان هو لو وصل للايه للفينز اللي بتدرين المكان ده اللي هي بتاعه البورتال سيستم، ممكن توصل لمين، للبورتال ايه، للبورتال فين، فممكن يوصل للبورتال فين، والبورتال فين ده رايح لمين، رايح للكبد صح. فلو وصل للكبد ايه اللي هيحصل بقى، الكبد بقى يبدا ياخد الخلايا دي ويبدا يظبط فيها او ايه او يعمل لها فيرست باس افكت، وفي نفس الوقت يبدا بقى يرمي الكارس السيروتونين بقى الايه السيروتونين ذات نفسه. فالسيروتونين يبدا يخرج منين، يبدا يخرج من الكبد ويبدا بقى ينتشر في الايه في الجسم. فالفكره كلها في ايه، ان دلوقتي في الانتستين حصل ايه او جاسترو انتستينال تراكت عموما 25% من الحالات بتبدا تكبر هذا التيومر لحد ما يوصل للسيروزا. لو وصل للسيروزا ينتشر في البريتون، او ممكن ينتشر في الليمف نودز، او ممكن يوصل بقى عن طريق الفينز اللي هي بتاعه البورتال سيستم. ولو وصل للبورتال سيستم هيروح لمين، هيروح للكبد. ولو وصل للكبد، الكبد ياخد الخلايا دي ويبدا يعمل بقى يعمل الايفكت بتاعه، او يبدا بقى يطلع منهم السيروتونين، والسيروتونين يبدا ينتشر في الجسم. اول ما تلاقي كلمه سيروتونين في الجسم في الدم خلاص، يبقى انت كده معاك الكارسينويد ايه، الكارسينويد سيندروم. ايه بقى اعراض الكارسينويد سيندروم، هنشوفها كمان شويه. طيب هل ممكن يحصل الكلام ده في الابندكس؟ استحاله، استحاله تحصل في مين، في الابندكس، مع ان ده اشهر مكان، ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان ده الاشهر، لكن ما بيحصلش فيه الانتشار ده، ما بينتشرش. فالكارسينويد تيومر هنا في الايه في الابندكس ما بينتشرش ليه، لان لوكالي مالجننت تيومر بتحصل في التب هنا وبس على كده، بيبقى لوكالي مالجننت يعني مش بينتشر للدم، فدي الحمد لله من نعمه ربنا. فلوكالي مالجننت فما فيش حاجه اسمها ايه، ما فيش حاجه اسمها اهو، ما فيش حاجه اسمها سيندروم او كارسينويد سيندروم في مين، في الابندكس. طيب ممكن يوصل لللنج، يعني بيدايركت تو البلد ويحصل بقى ايه كارسينويد سيندروم في الايه في اللنج، بس اهم حاجه في الايه في الجاستروانتستينال تراك. ايوه يعني لو الكبد خد السيروتونين من الخلايا دي وبدا ينشرها في الدم ايه اللي هيحصل، تعالوا كده نشوف. عايزك تتخيل دلوقتي ان ادي الكبد اهو، ادي الكبد ويطلع السيروتونين عن طريق مين، عن طريق الفينز زي الهيباتيك فينز اهو، وبدا او الانفيرو فيناكيفا بقى، بدا يوصلها للانفيرو فيناكيفا، والسيروتونين بدا يوصل لحد ما وصل لمين، لحد ما وصل للقلب. اول ما يوصل للقلب، نتخيل مع بعض ان ده القلب اهو، تمام، بدا الايه السيروتونين يوصل له، السيروتونين يوصل للرايت سايد اوف ذا هارت عن طريق الانفيرو فيناكيف. اول ما يوصل للرايت سايد اوف ذا هارت يبدا يسبب مشاكل في الرايت سايد اوف ذا هارت، سواء بقى في الايه في الفالف ده اللي هو اسمه الترايكاسبيد فالف، هيسبب فيه مشكله، او البالمونري فالف اللي هو اللي هنا ده اللي هيبدا يودي الدم لمين، للتو لانجز، يعني في لانج يمين او دي لانج يمين ودي لانج شمال، فده اسمه الايه البالمونري فالف، يبدا يسبب مشكله في البالمونري ايه، في البالمونري فالف برضه. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ شايف السيروتونين، الفكره كلها في الماده ده، الماده اللي فرزت دي اسمها ايه، دي اسمها الماده ده، دي اسمها السيروتونين. شايف السيروتونين بطبيعه الحال اصلا بيعمل فازو كونستريكشن،
طبيعه الحال بيعمل فازو كونستريكشن. فيبدا لو هو وصل هذا السيريتونين هنا كده في الرايت سايد اوف ذا هارت يعمل فازو كونستريكشن عند مين؟ عند اماكن الترايكاسبيد وعند اماكن البلمونري. فواي كانه منع الدم اللي يروح لمين؟ للفالفات دي. فالتيشو ده يتاثر يحصل فيه دي فيتاليزيشن، فبالتالي الخلايا اللي فيه تبدا تموت ويبدا يحصل فايبرس تيشو، فيبدا يحصل مشاكل في مين؟ في الترايكاسبيد وفي البلمونري. فاذا المشاكل اللي بتحصل في القلب بسبب الكارسينويد سيندروم بتحصل في الرايت سايد اوف ذا هارت ولا في الليفت سايد اوف ذا هارت؟ في الرايت سايد اوف ذا هارت. بسبب ايه؟ بسبب الفازو كونستريكشن اللي عمله مين؟ اللي عمله السيريتون. اهو بص كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي اندو كارديال فايبروزز برينسيبلي فين؟ في الرايت فينتريكل. يبقى دي بدايه القصه، بدات في مين؟ في الرايت فينتريكل، سواء الترايكاسبيد او مين؟ او البالونري فالف. ليه؟ بسبب الفازو كونستريكشن، فقلل الدم اللي رايح فعمل انفلاميشن. نهايه المطاف ايه؟ فايبروزس في مين؟ في الاندوكارديوم. في الاندوكارديوم لان طبقات القلب اندوكارديوم ثم مايوكارديوم ثم بايميكارديوم، فالفكره كلها في الفلفات اللي هي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن اندوكارديوم. طيب ايه الفكره برضو؟ يبدا السيروتونين ينتشر لهنا ويبدا يروح للبوست لانجز. اول ما يروح للبوست لانجز يروح هنا ويعمل برونكو كونستريكشن، يعمل برونكو، فالعيان ده يبدا يشتكي ان هو مش قادر ياخد ايه؟ مش قادر ياخد نفسه. في الرئه بقى عندها انزيم اسمه الماو، الرئه عندها انزيم اسمه الماو. الماو ده بيعمل ايه؟ بيبدا ياخد اسمه مونو امينو اوكسيديز، اسمه كده، اسمه ايه؟ مونو امينو اوكسيديز. بيعمل ايه هذا المونو امينو اوكسيديز؟ ياخد السيروتونين، السيروتونين، ويبدا يكسره. يكسره لايه؟ لحاجه اسمها الفايف هايا، ده اختصار لحاجه اسمها فايف هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. ده كده على فكره ان اللي احنا ممكن نعمله ديتكشن في اليورين، ده ممكن ينزل اليورين ونبدا نشخص ان الناس دي عندها فعلا الكارسينويد سيندروم. المهم ان الهايا ده هي اللي تبدا بقى تنتشر من اللنج، هي خلاص اللنج كسرت السيروتونين عن طريق الماو اللي عندها الى الفايف هايا، وتبدا تنتشر بقى من اللنج تروح لايه؟ للليفت سايد اوف ذا هارت. الهايا ده لو انت خدت الهايا دي كده على بعضها، شايف الفايف هايا ده دي كده على بعضها اصلا بتعمل فازو دايليتيشن، فبالتالي ده كويس اصلا انت عملت فازو دايليتيشن في ليفت سايد اوف ذا هارت، فبالتالي في دم هيروح للايه؟ للاندوكارديوم، يعني هيروح للفالفات، فمش هيأثر على ليفت سايد اوف ذا هارت. فهمت؟ طيب الهايا ده بعد ما تروح للليفت سايد اوف ذا هارت تروح عن طريق الاورطه للسيستمز بتاع الجسم كلها، تروح للفيس فتعمل ايه؟ فلاش فازو دايليتيشن في الفيس، فازو موتور بقى في الايه؟ في الجسم كله، فتعمل كوتينيوس فلاش، تلاقي العيان ده وشه ايه؟ وشه محمر، ويبدا يبقى في ساينوزز مع الوقت، يبقى في انتستينال هايبر موتيليتي. الهايا ده هي تروح للجي اي تي تاني بقى، يعني هي وصلت من الايه؟ من الليفت سايد اوف ذا هارت عن طريق الاورطه، بدات تروح لمين؟ للجي اي تي. اول ما تروح للجي اي تي تبدا تخلي الجي اي تي يلعب، يعني ايه؟ تبدا بقى ايه؟ تزود الموتيليتي بتاعته، فتلاقي دايريه، تلاقي كرامز بقى، كل شويه يدخل حمام وعنده مغص وعنده نوزيا وعنده فوميتنج. الجي اي تي كله عمال يلعب حرفيا، عمال يعمل كونتراكشن، سواء لتحت يعمل دايريه او لفوق يعمل ايه؟ يعمل فوميتنج. وطبعا هتلاقي هيباتوميجالي. ليه؟ لان بدا يحصل ميتاستاسيس في الاول بقى من الانتستين، من الانتستين لحد ما وصل للليفر، فالليفر مع الوقت ايه؟ حصل له ميتاستاسيس. الفكره كلها في الميتاستاسيس اللي راح للليفر، فيحصل هيباتو ايه؟ هيباتوميجالي، وطبعا اندوكارديال فايبروزيس، اند خصوصا في مين؟ في الرايت فينتريكل. فدي الفكره بتاعت الكارسينويد ايه؟ الكارسينويد سيندروم. يبقى لازم تفرق ما بين الكارسينويد سيندروم والكارسينويد تيومر. التيومر بتبقى يعني موجود بس في الانتستين او في اي حته، يعني ممكن تكون في الانتستين سواء بقى الابندكس او السمول انتستين او في الريكتم او برونكاي او لارج انتستين. المهم ايه؟ اللي هو موجود كونفايند للمكان ده بس. لو انتشر او حصل ميتاستاسيس، وده ما بيحصلش في الابندكس، ما بيحصلش في الابندكس لوكال ماليجننت، لو انتشر يا اما يروح للبروتون للليمف نود او بقى للبورتال فين، وبعد كده يبدا يوصل للليفر. اول ما يوصل للليفر، الليفر يكسر الكلام ده ويبدا ينتج ماده الايه؟ السيروتونين، يكسر الخلايا ويعمل فيرست باس افكت ويبدا ينتج السيروتونين. السيروتونين دلوقتي من الكبد يبدا يروح لفين؟ للرايت سايد اوف ذا هارت، يعمل فازو كونستريكشن فيبدا يلعب في الاندوكارديوم بتاع الفلفات، فممكن يحصل بقى ايه؟ ترايكاسبيد ريجارجيتيشن او ممكن بالمونري ستينوزس في الفلفات بتاعه الرايت سايد اوف ذا هارت. بعد كده يبدا يودي السيروتونين للرئتين، فممكن يحصل برونكو كونستريكشن. بعد كده يبدا الرئتين تكسر هذا السيروتونين عن طريق الماو مونو امينو اوكسيديز للفايف هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد او الايه؟ او الفايف هايا. الهايا ده هي بعد كده تبدا تروح للايه؟ ليفت سايد اوف ذا هارت. مش هتعمل حاجه طبعا في الليفت سايد لانه بيعمل فازو دايليتيشن، يبدا ينتشر بقى عن طريق الاورطه للسيستمز بتاع الجسم، سواء بقى يبدا يوصل للفيس فيبدا يبقى فلاش، يوصل للجي اي تي فيبقى تتحرك اكتر هايبر موتيليتي، دايريا، كرامبز، نوزيا اند فوميتنج، وممكن يحصل طبعا حصل هيباتوميجالي. وما تنساش الايه؟ وما تنساش الاندوكار. فانا بص يعني ايه؟ انت عايزك تقرا دول الاول، يعني اقرا كده ده هيباتوميجالي رقم 1، ثم ده رقم 2، ثم بعد كده ده 3، ثم ده 4، لان ده الترتيب المنطقي للايه؟ للاحداث. ده بالنسبه للتيومرز اللي بتحصل في السمول انتستين. طيب بعد ما خلصنا تيومرز بتاعت السمول انتستين، تعالوا بقى ندخل على اللارج انتستين. يعني كل الامراض اللي انا هشوفها دلوقتي او تيومرز دي بتحصل يا اما في السيكم، يا اما في الاسندنج كولون، يا اما في الترانسفيرس، يا اما في الديسندنج كولون، يا اما في السيجمويد، يا اما في الريكتام، وهكذا. ده كده اللي هو اسمه اللارج انتستين. وزي اي تيومر بنقسمه احنا لبيناين تيومر او مالجننت تيومر. طيب احنا بنبدا نقسم بقى سواء البيناين او المالجننت لابيسيليال او ميزينكايمال. ابيسيليال او ميزينكايمال، يعني ادي اهو يا اما الابيسيليوم ذات نفسه اللي يحصل فيه المشكله، يا اما الميزينكايم او الكونكتيف تيشو هو اللي يحصل فيه ايه المشكله. لو ابيسيليال بيناين تيومر هنقول عليها ادينوما، انما لو ابيسيليال مالجننت تيومر هنقول عليه ادينوكارسينوما، وده بنسبه 95% من الحالات، وده شهير جدا 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 يا شباب.
يعني ما ينفعش تخرج من المحاضره النهارده وانت مش حافظ الادينوكارسينوم، وهنحفظها مع بعض واحده واحده دلوقتي. طيب فاذا ابيثيليال تيومر ممكن يحصل الادينوم، وزي ما حصل هنا ادينوما في الايه في السمول انتستين، وكان شكلها يا اما تيوبيلار يا اما فيلاس يا اما تيوبلوفيلاس، نفس الفكره بالظبط، تيوبيلار فيلاس تيوبلوفيلاس، وهنشرحها تاني كمان شويه. طيب يا اما بقى ممكن في القولون ذات نفسه ممكن يحصل بوليبس كتير، يعني بوليبس كتير بوليبس كتير بوليبس كتير بوليبس كتير اكتر من 100، ممكن توصل 500 او 1000 وشويه، فده اللي اسمه فاميليال ادينوميتس بالبوزز، المرض اللي احنا لسه شارحينه من شويه، احنا شرحناه تبع الايه تبع الانتستينال بوليبس، بس هو بيحصل في مين بقى؟ في القولون. فعشان كده قلنا ان هو تبع التيومرز بتاعه اللارج انتستين، سواء بقى كان هو لوحده اللي حصل او حصل معاه بقى الاعراض الثانيه فعملت الجاردنر سيندروم، او حصل البرين تيومر او مشكله بقى في السي ان اس معاه فحصل اللي هو التوركوتس ايه سيندروم. فده كله يعني ايه، انا شرحت ده وشرحت ده وشرحت ده قبل كده، وده احنا يعتبر ايه شرحينه، بس هنعيد تاني. طيب ممكن بقى يحصل في لارج انتستين برضو اللي هو البوتس جاجر سيندروم اللي احنا لسه شارحينه برضو هنا، اللي هو البوتس جاجر سيندروم. فاذا البوتس جاجر سيندروم ممكن يحصل في السمول انتستين وممكن يحصل في لارج انتستين، عشان كده حطيناه مره هنا ومره ايه ومره هنا. فانا ممكن ايه باللون ده اهو اقول لك البوتس جاجر سيندروم زي ما هو هنا زي ما هو هنا ايه هنا برضو. طيب ده كده بالنسبه للبناين. طب الميزينكايمال يعني عايزك تتخيل في لو ده اللارج انتستين بتاعنا، ادي لارج انتستين وده الوول اهو بيبقى فيه ابيثيليا صح، هنا كده في الايه في الكونكتيف تيشو هيبقى فيه ايه، هيبقى فيه ممكن تلاقي سموث ماسل في الماسكولوزا فيحصل منها تيومر بناين ليوم يوم، ممكن يحصل شويه الدهون يحصل لايبوم الجست جاسترونتستينال ستروما الايه تيومر، نفس الفكره بالظبط بتاعه مين بتاعه البناين تيومرز اللي كانت بتحصل هنا. طيب المالجنانت بقى، المالجنانت زي ما كان في الابيثيليوم يحصل فيه ادينوما يحصل بقى يقلب بايه بكانسر، فنسميه احنا ادينوكارسينوما، او ممكن من البدايه يطلع الكانسر على طول مش شرط كان ادينوما وبدا يقلب بادينوكارسينوما، وده بنسبه 75% من الحالات. في بقى انواع ثانيه زي الميوسينوس ادينوما ادينوكارسينوما سيجنت رينج وسمول سيل كارسينوما وسكويما سيل كارسينوما واندفرانشيتد، كل الكلام ده هناخده كمان شويه، هناخده في ايه في الانواع بتاعه الايه بتاعه الكولون كانسر، حاجه كده عنوان لوحده كده اسمه كولون كانسر، هنبدا ناخد اشكالها عامله ازاي اللي هو الاشكال دي كلها. طيب ممكن بقى في الميزينكايم يعني زي ما كان في بناين تيومر اسمه ليوما يوما ممكن يقلب ليوما يساركوم، لو في مثلا بلاد فيسل ممكن يقلب بانجيو ساركوم، ممكن حاجه اسمها كابوسي ساركوم ده برضو له علاقه بالايه بالفيسلز او فاسكولار، بس ده مرض خطير شويه ما علينا مش هناخده. في حاجه اسمها ليمفوم اللي هو ميوكوزا الاسوشيتد ليمفويد تيشو، بس مش شهيره قوي في لارج انتستين زي ما هي شهيره في مين في السمول انتستين، يعني زي ما في هنا ليمفوما في هنا ليمفوما، لكن هنا شهيره ليه؟ ليه؟ لان في السمول انتستين في الاليوم بالذات بيبقى فيه ليمفويد توشي كتير زي الايه زي البايرز باتشز وهكذا. فاذا انا في المخطط ده انا فهمت الدنيا بس ماشيه ازاي، لكن انا هركز في المخطط ده على ايه؟ على البناين تيومرز اللي هم ده هم اللي انا لسه ما شرحتهمش والابيثيليال تيومرز ايه؟ والابيثيليال تيومرز كلهم. طيب تعالوا كده نبدا في البناين تيومرز اللي هم الادينوما، بناين ابيثيليال اهو بناين ابيثيليال تيومرز في الانتستين، بناين ابيثيليال تيومرز في الانتستين. عندي الادينوما ممكن تبقى تيوبيلر ممكن تبقى فيلاس ممكن تبقى ميكس تيوبيلو فيلاس. بص انا مش عايزك تقرا قوي في الكلام ده، انا عايزك بس تبص على المنظر الطبيعي وقلب مش طبيعي ازاي، من خلال الصوره انت هتبدا تالف انت الكلام. يعني انا الطبيعي بيبقى فيه ايه لو ده كده الابيثيليوم، والابيثيليوم بيبقى عباره عن ايه عن كريبتس في اللارج انتستين ويبقى فيه خلايا هنا خلايا صح، هنا الكريبتس دي لو انا خدت فيها كات سيكشن وبصيت عليها من فوق هتبان لي على هيئه تيوبيولز كده او جلانز اهي جلانز كده تمام، وفيها خلايا والخلايا دي بتفرز الميوكس وهكذا. طيب نفس الكلام هنا ده الطبيعي ده اللي هو الخلايا اللي ايه اللي بتلايند باي ايه باي ابيثيليوم وبيبقى فيه جوبلت سيلز حتى باللون الابيض زي ما انت ما شايف كده. اللي مش طبيعي بقى ان ايه ان الخلايا دي تبدا تتجنن وتتكاثر، فلما تتجنن يبدا تقلب بقى على منظر التيوبيولز، يعني الخلايا تزداد في العدد ومنظرها يختلف، تبدا النوازه نفسها تبقى كوندنسد شويه وهكذا، فده اللي اسمه ديس بلاستيك ابيثيليوم، يعني شكله مختلف عن الطبيعي. هل ده شبه ده؟ لا طبعا ده مش شبه ده، بس ده على هيئه التيوبيولز، الخلايا مرصوصه مع بعضها وعامله لي الجلانز او التيوبيولز زي ما انت ما شايف. بعكس مين؟ بعكس ده، يعني عايزك تبص على ده عامل لي ايه؟ عامل لي فيلاي، يعني عامل لي صوابع شبه فينجر لاي، شبه مين؟ شبه الفيلاي اللي موجوده في الانتستين، يعني انا عندي في الانتستين كده بتبقى الابيثيليوم ايه؟ عامل لي فيلاي اللي فوق كده، فهو نفس الفكره بالظبط. في اللارج انتستين بتبقى ايه؟ العكس كريبتس، يعني حفر، انما هنا في السمول انتستين بتبقى عامله فيلاي، فهو بيشبه الفيلاي بتاعت السمول انتستين، فعشان كده بنقول ايه اللي هو سلندر فينجر لايك بروجكشنز، الخلايا بدات تتكاثر بس تطلع لقدام تطلع لقدام الخلايا فتعمل لي هذا الايه هذه البروجكشنز. فاذا انا عندي يا اما تيوبولر ادينوما يا اما فيلاس ادينوما يا اما ميكس بقى شويه نلاقيها كده وجنبها شويه ايه شويه بشكل الفيلاس ده. طيب ايه الفكره برضو؟ يعني احنا ليه بندرس الكلام ده؟ عشان احنا شفناه، وكمان الفكره في الكلام ده ان هو ممكن يقلب بايه بكانسر، يعني هو مازال بناين صح بس ممكن يقلب بايه بكانسر. عايزك تاخد بس ان سموها تيوبيلر او فيلاس او تيوبيلو فيلاس على حسب شكلها تحت الميكروسكوب، فده اللي هيهمني. يعني انت لو بصيت كده في الجروس بتاع التيوبيلر، يعني لو بصيت ده اليومين مثلا هتلاحظ يا اما بص يبقى شكلها كده صغيره لسه بتتكون فصغيره وسموث سمول صغيره بتبقى سموث وسيسايل يعني ملهاش رقبه. طب افرض بقى كبرت، لو كبرت هتبقى عامله كده لوبيوليتد اهو، تبقى لوبيوليتد وبدانكيوليتد
بتبقى لوبيوليتد وبيدانكيليتد، يعني ليها ايه رقبه. ده كده في الايه، في الجروس، كلمتين بس ايه على السريع كده. فادي منظر البوليب لو انا جيت فتحت القولون وشفت اليوم من جوه، هلاقي ايه؟ هلاقي كده في البوليب دي زي ما انت ما شايف. طيب تحت الميكروسكوب بقى هلاقي ايه؟ زي اي بوليب في الدنيا، انا هرسم نفس الرسمه بس ايه، بس هوضح بقى الخلايا. يعني مثلا نفترض دي ايه، ده اهو يبقى في حاجه هنا اسمها الاستوك. الاستوك ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن فايبرس تيشو، زائد فيسل، بيبقى فيه بلاد ايه، بلاد فيسل، فاسمه ايه؟ فايبروفاسكولار ايه، فايبروفاسكولار تيشو. المهم بعد الاستوك بيبقى ايه، بيبدا بقى ايه يظهر البوليب بتاعتي. طب البوليب بتاعتي بتتكون من ايه؟ بتتكون من ابيثيليوم، صح؟ يعني دي الميكوزا العاديه. فالميكوزا العاديه بتتكون من ايه؟ من ابيثيليوم اهو. بس ايه بدا يحصل فيه اللي هو التغيرات بقى بتاعه التيومر ذات نفسها. يعني الابيثيليوم ده يبدا يتكاثر فيبقى فيك ابيثيليوم اهو، يعني نفس الميكوزا الطبيعيه بتاعه الجسم بس التغيرات بتاعه البناين تيومر بقى. يعني هيبدا يتكاثر شويه، يحصل هايبربليزيا، يبقى فيك ابيثيليوم. هتلاقي بقى ايه لو انت جيت بصيت كده، يعني طبعا بيبقى فيه هنا فايبروفاسكولار، يعني هنا بتلاقي مثلا بلاد فيسل اهو، بلاد فيسل كده في قلب الايه الكلام ده، وطبعا الايه الفايبرس تيشو ان بتوين، لانه فايبروفاسكولار ايه، فايبروفاسكولار. طيب ممكن تلاحظ بقى ايه شويه جلاندز كده اهو، ممكن تلاحظ برضو تيوبيولز كده اهو، بيبقى في تيوبيولز من الخلايا عاملين كده تيوبيولز وهكذا. فدي ايه، فدي الفكره بتاعت ايه، بتاعت تحت الميكروسكوب هتلاحظ ازاي. واهم حاجه المنظر ده، يعني احنا دايما اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب هو المنظر بتاع التيوبيولز والجلاندز دي، تمام. وهي بتبقى لايند باي ايه، طول هايبر كروماتيك نيوبلاستيك ايه ابيثيليوم. يعني لو جيت بصيت على دي كده، لو بصيت على واحده منهم هتلاقيها كده بالظبط، هتلاقي كده وهاي طول هايبر كروماتيك نيوبلاستيك ايه ابيثيليوم اهو. هايبر كروماتيك يعني خلايا ايه، النواه بتاعتها كوندنسد قوي قوي قوي. بسبب ايه؟ بسبب التكاثر، بسبب الريبليكيشن، تمام. فهتلاقي الايه ده بيحصل في اي بناين ايه، في اي تيومر عموما. ده بالنسبه للميكروسكوب، انا يهمني المنظر ده، انت من خلال المنظر ده تعرف ان في شكل اسمه تيوبولر وخلاص، لكن غير كده يعني ما تركزش قوي. طيب بالنسبه للايه، للفيلاس ادينوما، يعني انت لو جيت بصيت عليها في الفيلاس ادينوما، يعني لو جيت بصيت كده هتلاقي ايه، هتلاقي في الاغلب بتبقى سيسايل، بتبقى كده سيسايل. يعني ايه سيسايل؟ يعني من غير رقبه خالص، يبقى سيسايل اب تو 10 سم ان دايمتر، طولها حوالي 10 سم. ممكن برضو تبقى كولي فلاور، يعني شبه ايه، شبه الفطر كده بالظبط، تبقى عامله كده، تبقى ايه، تبقى عامله كده، تمام. فممكن تبقى كولي فلاور لايك ماس بروجكتنج اباف ذا سراوندنج نورمال ايه ميوكوز. طب يا شباب الجزء ده انا كنت سجلته قبل كده بس اكتشفت ان هو ما اتسجلش، يعني هنعيده تاني. يعني كان بيقول لي اتفقنا ان هو كان ممكن يبقى كولي فلاور ماس زي ما انت ما شايف هنا اهو، دي كده كولي فلاور ماس بتسد بقى اليومن، يعني لو ده كده اليومن، فطبعا كولي فلاور ماس دي هت ايه، هتسد اليومن اباف ذا سراوندنج نورمال ايه ميوكوز، اباف النورمال ميوكوز بتبدا تظهر هذه الايه، هذه كولي فلاور ماس. السيرفيس شوز ممكن تلاقي بقى ايه، لو انت بصيت كده مشيت ايدك على السيرفيس هتلاقي فيه نيومرس بابيلي، وبعد كده ممكن تلاقي فيه ألسرز في قلب ايه، في قلب هذه الميكوز. ده بالنسبه للجروس. طب بالنسبه للميكروسكوب، اهم حاجه الفيلاس، يعني انت كده انت شايف ايه، انت شايف حاجه شبه الفينجر لايك، فروند لايك، يعني حاجه طوليه الشكل كده فيلاي، وهذه الفيلاي بتبقى عباره عن ايه، بابيلي. طب البابيلي دي اي بابيلي في الدنيا بيبقى ليها كور، وبعد كده يبقى ليها كفر. الكور ده بيبقى عباره عن فايبروفاسكولار، انت شايف دم اهو، شايف بلاد فيسل، والبلاد فيسل ده بيبقى موجود في قلب الايه، في قلب الكور. والبلاد فيسل ده هو اللي باللون الاحمر ده البلاد فيسل. طب اللي باللون الاخضر ده عباره عن فايبرس تيشو، فنقول ان هو فايبروفاسكولار كور. كفرد باي مالتيبل لاير، يعني الكور ده الكاب بتاعه بيبقى عباره عن كذا لاير. ليه؟ لان حصل فيهم ايه، حصل فيهم اريتيشن، فبالتالي يحصل هايبربليزيا، لان احنا في تيومر، احنا حتى احنا في بيناين تيومر ولكنه ايه، ولكنه شكله مختلف، فحصل هايبربليزيا او ايه، او بيبقى كفرد بقى مالتي ليرد ديس بلاستيك كولامنر ابيسيليوم. كولامنر ابيسيليوم عادي ما حصلش تغيير في الخليه ذات نفسها عشان تقلب مالجنت، ولكن حصل هايبربليزيا بسبب الاريتيشن. ده بالنسبه للفيلز. يبقى اهم حاجه الفرق في ايه، ان دي تيوبيول، انما دي فيلاي، دي بتشبه الانتستين، فيلاي طلع فينجر لايك، انما دي الجلاند العاديه اللي احنا ايه متعودين عليها، ولكن بدا يحصل فيها شويه تغيرات. يبقى ممكن شكل البناين تيومر في الانتستين تيوبولار فيلاس، او ممكن يبقى ميكس ما بين الاثنين تيوبولو فيلاس، ده اسمه الميكس. تعالوا كده بعد ما خلصنا البناين تيومر ندخل على المالجنت. والمالجنت اهم حاجه في الابيثيليوم هو ده اللي احنا هنبدا ندرسه، اللي هو اول واحد الادينوكارسينوما، او بقى هنقول بقى ايه اسمه كولوريكتال كانسر. يعني ايه هو الكارسينوما اللي هتحصل في القولون وفي الريكتم؟ ايه هو اول حاجه احنا ما بنبدا، يعني بنقول ان مفيش سبب واضح للكولوريكتال كانسر، ولكن في مجموعه من العوامل بتبقى مشتركه ما بين كل ده. يعني ايه؟ يعني مفيش واحد بيتولد من يوم وليله بيجي له كولوريكتال كانسر. اولا لازم يبقى اولد ايج، حوالي فوق 45 سنه. ليه؟ لان انا هقول لك كمان شويه، هو اصلا يعني ايكوال ان بوث سكسز، يعني بالنسبه للايج وال6 ايكوال ان بوث سكسز. انا لو عندي ميل وعندي فيميل، اشهر سرطان عندي الميل هو البروستات، اشهر سرطان عندي الفيميل هو البريست كانسر، يلي على طول بعد كده في اللي هو ليه، اللي هو اللنج كانسر، بعد كده بيبقى في القولون، تمام. فالقولون هنا رقم 3 في مين، في الميل والفيميل، فهو يعني ايكوال ان بوث. انا يهمني برضو ايه، يهمني ان انت تبقى عارف ان مفيش اكزاكت كوز، ولكن في كذا عامل، كذا فاكتور عشان الناس دي يجيلها كولوريكتال كانسر. عشان كده الكذا فاكتور دول ما بيظهروش مره واحده. اولا مثلا واحد بيبقى مولود وعنده مشكله جينيه،
عنده مثلا نقص في انزيم، اقصد في جين معين اسمه بي 53. بي 53 ده اسمه تيومر سبريسور جين، يعني بيمنع ان التيومر يحصل، اسمه تيومر سبريسور جين، يعني الجين المسؤول عن منع التيومر انه يحصل، فبالتالي ممكن ينقص عند الناس دي. فممكن النقصان هنا في قليل واحد او في نسخه واحده من الجين، في نسخه واحده من الجين في الخلايا بتاعت الابيثيليوم بتاعت القولون بتاعهم، ولكن مع الوقت ممكن مثلا الشخص ده يبقى عنده دايتري فاكتورز، مشكله في الاكل بتاعه، بيقلل من اكل حاجات معينه زي الفيجيتابلز او بيزود من الفاتس. هشرح لك بقى كمان شويه ايه الفكره بتاعت ان هو ليه الناس اللي ما بتاكلش خضروات كتير يجي لها سرطانات، ليه الناس اللي بتاكل دهون كتير يجي لها سرطانات، ليه الناس اللي بتاكل كربوهيدرات كتير يجي لها سرطانات. فهو مع الوقت بيبدا يلخبط في الاكل مع الوقت. مثلا واحد عنده ادينوما، سواء بقى كانت ادينوما عاديه فيلاس ادينوما او فاميليال ادينوماتيس بوليبوز او بوتس جوجر سيندروم، كل البناين كونديشن ده هي ممكن تقلب بمالجننت مع الوقت. او ممكن واحد كان عنده السيرتيف كولايتس وما عالجوش كويس، او دكتور ما شخصوش كويس، فالالسيرتيف كولايتس كنا خدنا ان هو ممكن يقلب بكارسينوما كانسر، او الالسر تقلب بكانسر، الالسر تقلب بكانسر الحلوه دي، الالسر تقلب بكانسر على نفس القصر كاف، اكتبوها الالسر تقلب بكانسر. فدي كلها حاجات ما بتحصلش الا مع الوقت، فلذلك المرض او الكولوريكتال كانسر بيجي في الايه، في الاولد ايج. فاول حاجه في الدايتري فات ان انت تاكل اكل ما فيهوش فيجيتابلز، او تاكل اكل فيه ايه، فيه فات كتير او هاي فات كونتنت. فانت كده احفظ العناوين، عايزك بس تركز على العناوين ان دلوقتي انت دلوقتي ما بتاكلش فيجيتابلز، ما بتاكلش خضروات، لو كونتنت اوف الان ابزوربابل فيجيتابل فايبرز، الفايبرز اللي ما بتمتصش ولكنها مهمه عشان بتاخد ميه، وفي نفس الوقت ايه بتادزورب الايه الفاتس والحاجات الضاره، وانت برضو في نفس الوقت بتاكل هاي فات كونتنت زي اللي موجوده ايه الدهون اللي موجوده في اللحمه مثلا، وفي نفس الوقت بتاكل هاي كونتنت اوف الريفايند كربوهيدراتس. الريفايند كربوهيدراتس دي احنا بنسميها الباد كربوهيدراتس، ليه؟ لان احنا يعني ايه بتبقى كانها مصنعه او مستخلصه، بنبدا ناخد منها المواد الغذائيه او نستخرج منها المواد الغذائيه المهمه ونسيب بس ايه ان هي تبقى كربوهيدرات، تبقى مسكره بس. مثال على كده البيتزا مثلا، ايا كان، المهم ان الريفايند كربوهيدراتس دي بتبقى ايه، بتبقى توكسيك اوكسيداتيف برودكتس ان الانتستين. يعني لما بص احنا في الانتستين بتاعنا في بكتيريات رهيبه، يعني احنا في جسمنا في الانتستين في بكتيريات رهيبه. فانت متخيل بقى انت دلوقتي ما بتاكلش ايه فيجيتابلز، ومودي البكتيريا بتاعتك فاتس كتير، وفي نفس الوقت مودي لها كربوهيدرات، تبدا هي تاخد الكلام ده وتنتج توكسيك اوكسيداتيف برودكتس في الانتستين، تؤدي الاريتيشن في مالكش دعوه بقى بالسمول انتستين، تؤدي الاريتيشن في الايه، في الوول بتاع الخلايا، فبالتالي يبدا يحصل ايه، يبدا يحصل البناين تيومر، او يبدا يحصل الميتابليزي. فدي الفكره ان انت لما بتاكلش الفايبرز، فالستول دلوقتي الستول بيزداد او بيبقى فيه بالك من الستول موجوده، البالك من الستول موجوده دي بسبب ايه، بسبب ان الفايبرز دي ما امتصتش الميه، ما فيش ميه دلوقتي على الستول، فبدا الستول دلوقتي بيبقى كوندنسد اكتر وعامل زي اكنه دهن حرفيا. يعني ايه؟ يعني دلوقتي فيه فات، والفات دلوقتي بقى موجود ايه، موجود في اللارج انتستين بتاعك، والفات ده كون لك الستول بتاعك، فبالتالي البكتيريا بقى تحب الايه، تحب البيئه دي، فتبدا تيجي على حته الستول دي، فالستول altered bacteria flora. فالبكتيريا فلورا بقى بعد كده تبدا تاخد من الستول وتاخد الفاتس والكلام ده كله، وتبدا تنتج بقى توكسيك ماتيريال بتاعتها، فتبدا تنتج هاي كونسنتريتد توكسيك برودكتس، والتوكسيك برودكتس دي تبدا تاثر على مين، على الانتيروسايتس، فبالتالي تقلب بايه، بي 90. فانت يعني احفظ العناوين فقط لا غير، ان انت تبقى عارف ان مفيش، ما بياكلش خضروات وبياكل ريفايند كربوهيدرات كتير، وفي نفس الوقت بياخد ايه، فاتس كتير. الفاتس الكتير دي يعني انت بتاكل فاتس كتير، بيبقى فيه فاتي اسيد مثلا، بيبقى فيه اللي هو الجليسرول، الكلام ده كله يبدا يكون لك ايه، يلتحم مع بعضه ويكون لك بقى اساس لصنع الكوليسترول واساس لصنع البايل اسيد، فبالتالي الكلام ده بيبقى كارسينوجينز على الخلايا بتاعتك. ديكريز الانتيك ان بروتكتيف ايه مايكرو نيوترانس مثلا، انت ما بتاكلش مثلا فيتامين ايه ولا فيتامين سي، الحاجات دي يعني بروتكتيف ليك، بروتكتيف ليك ان اصلا يحصل ايه، يحصل هذه الايه الكارسينوم. فانت لو ما بتاكلش لا فيتامين ايه ولا فيتامين سي، فبالتالي معرض ان انت تدخل في مين، في اللي هو الايه الكانسر بقى، اللي هو الكولوريكتال ايه، الكولوريكتال كانسر، بسبب الميتابليزيا اللي ممكن ايه، الميتابليزيا اللي ممكن تحصل. فدي كده الحاجات بتاعت الدايتري فاكتورز، اهم حاجه ما بتاكلش خضروات، بتاكل ريفايند كربوهيدراتس، وبتقلل الدهون في جسمك، فبالتالي ممكن تصنع كوليسترول وبايل اسيدز دول كارسينوجينز، وبالتالي وبرضه لو ما بتاكلش ايه فيتامين ايه ولا فيتامين سي. طيب احنا كده قلنا في الانفايرمنتال كوز اللي هو مين، الدايتري ايه، الدايتري فاكتورز. طب مش ممكن كان في ادينوما، او سواء بقى فيلاس ادينوما اللي هو فاميليال ادينوماتس بيليبوزس او بوتش جوجر، كل الكلام اللي احنا لسه واخدينه، اي حاجه بناين، اي حاجه بناين من دول، ما هي ممكن تقلب بايه، بكولوريكتال كانسر، ممكن تقلب بكانسر، فالكلام ده ممكن يقلب بايه، بكولوريكتال كانسر. الالسيرتيف كولايتس من ضمن الانفلاماتوري باول ديزيز اللي قلت لك ان ايه مشكلتها في الكانسر، يعني انا مش خايف من، يعني هو الالسيرتيف كولايتس خطير، ولكن الاخطر ان هو لو قلب بايه، بكارسينوما.
طيب فاحنا اتفقنا ان الكولوريكتال كانسر بيحصل اكتر في الاولد ايج بسبب انفايرومنتال كوزز، يعني حاجات في الانفايرومنت بتاعتنا، يعني الانفايرومنت ده ممكن يكون بسبب اكل انت مش منظم اكلك وده بياخد وقت عشان كده بيظهر عندك في الاولد ايج، او ممكن بسبب كان عندك ادينوما وبدات مع الوقت تقلب بكانسر، او ممكن كان عندك التيراتيف كولايتس ومع الوقت قلب بكانسر فعشان كده بيبدا يعبر عن نفسه في الايه في الاولد ايج. ده كله على بعضه اسمه ايه؟ اسمه انفايرومنتال كوزز. في تاني حاجه بقى اسمها الادينوما كارسينوما سيكونس، يعني ايه اللي يخلي واحد يكون عنده ادينوما وبعد كده الادينوما دي تقلب بكانسر كارسينوما؟ قال لك انا عندي تو باسو جينيتيكالي ديستنكت باس ويز فور الديفلوبمنت اوف كولون كانسر، يعني عندي تو باس ويز كل واحد مختلف عن الثاني ممكن يؤدي لايه لكانسر. بص كده تعالوا كده نبص للايه للرسمه دي. لو انا عندي ده النورمال ميكوزا الطبيعيه بيبقى بتبقى عباره عن كولامنر ابيثيليوم عادي وبعد كده الايه سب ميكوزا بعد كده الماسكولوزا وهكذا لحد ما توصل بعد كده للبلاد فيسل في الاخر. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ ده النورمال كولون وبيبقى في حاجه اسمها ادينوميتس بوليبوزيس كولاي جين، يعني ده جين اصلا المفروض الطبيعي ان هو يبقى شغال عندك. ليه؟ علشان ده عباره عن حاجه اسمها تيومر سبريسور جين، ده كده عباره عن تيومر سبريسور جين، يعني ده جين اصلا موجود في قلب النواه بتاعه الخلايا بتاعه الابيثيليوم بتاعتك بتاعه القولون بتاعك. الجين ده وظيفته في الحياه ان هو يبدا يترجم يحصل له اكسبريشن لبروتين اسمه تيومر سبريسور بروتين، او بروتين بيمنع بقى ايه بيمنع ان الخلايا دي تتجنن او الانويه بتاعتها تبدا تعمل ريبليكيشن زياده عن اللازم. فتخيل بقى حصل ان اكتيفيشن للايه للاي بي سي ده او الادينوماتس بوليبوزيس كولاي جين، لو حصل له ان اكتيفيشن اللي كان بيعمل سبريشن للتيومر لا هيبدا ايه هيقف، فبالتالي ايه هيبدا يدخل في ايه في تيومر هيبدا يقلب بقى مع الوقت، يعني الخلايا دي تبدا تبروليفريت، يعني الاول النواه تبدا يحصل فيها ريبليكيشن وبالتالي يبدا يحصل الميتوزيس ما بين كل خليه والتانيه. فايه اللي يحصل؟ يبدا يحصل المنظر ده، تلاقي الخليه بدات تتكاثر وشكلها يبدا يكتر يحصل هايبربليزيا. فتاني حاجه ممكن تحصل في السيكونس ايه اسمه هايبربوليفريشن اوف الابيثيليوم. انت اثناء ما انت ماشي طول حياتك في 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 العمر بتاعك بيبدا بص بيبقى في حاجه اسمها الفيرست هيت، الفيرست هيت او الضربه الاولى بيبقى اول مشكله ممكن تحصل تسبب القولون او الكانسر كولون، بعد كده ممكن ايه يبقى عندك بقى حاجه اسمها سكند هيت اثناء ايه اثناء حياتك ما هي ماشي، يعني مثلا وانت ماشي يبدا بقى ايه في الانويه بتاعتك يحصل ميثايليشن ابنورماليتيز، وانت ماشي يبقى في حاجه اسمها كوكسي 2 اوفر بريزن او اوفر اكسبريشن، يعني هتلاقي الانزيم الكوكسي 2 ده بيعمل ايه؟ الانزيم الكوكسي 2 ده سايكلو اوكسجينيز، يعني بيبدا يكسر اللي هو الاراكيدونيك اسيد، فاكر انت البصوي بتاع الاراكيدونيك اسيد وبعد كده الكوكسي 2 وبعد كده عشان يصنع بروستاجلاندينز والكلام ده كله، فالبروستاجلاندينز والكلام ده كله ما هي الا انفلاماتوري ميدييتورز، يعني بتعمل اريتيشن في الوود، فكوكسي 2 اوفر اكسبريشن بيؤدي للكلام. فلذلك اصلا علاج الناس دي من ضمن العلاجات المشهوره ان هم ياخدوا ايه؟ ياخدوا نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، فدي من ضمن العلاجات. ليه؟ لان هي بيحصل كوكسي 2 اوفر ستيميوليشن فانت اقفلها بالنون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. فده كله بيحصل مع الوقت، يعني حصل الاول الاي بي سي ان اكتيفيشن، ثم بعد كده حصل ميثايليشن اب نورمال، ثم بعد كده حصل كوكسي 2 اوفر اكسبريشن، كل دول مع بعض بيعملوا المنظر ده. طيب اثناء ما انت ماشي في الحياه تبدا بقى يجيلك الايه السكند هيت الضربه الايه الضربه الثانيه، ايه بقى؟ يبدا يحصل حاجه اسمها كيراس اكتيفيشن، ده كده كان اللي هو مش عارف اختصار كيرات مش اختصار معين كده انا مش لازم تحفظه تماما ولكن انت تبقى عارف ان الكيراس ده جين لو اتاكتف في الخلايا بتاعتك ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل بروليفريشن رهيب في الخلايا، فتبدا الخلايا شايف الخلايا اللي كانت اللي هي في الفايبرس تيشو في الكونكتيف تيشو اللي عندك هنا ده كان عباره عن ابيثيليوم وده كونكتيف تيشو، لو هنا بقى تبدا تتكاثر وتبدا تزداد فتعمل لك الاستوك دي، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ يبدا الاستوك دي تبدا تعمل لك المنظر ده البوليب ده، وبالتالي الابيثيليوم اللي كان باللون الازرق ده يبدا يتكاثر هو كمان وحصل فيه هايبربليزيا فيعمل لك الايه شكل البوليب ده في الاخر. فده بسبب الكيراس اكتيفيشن، زائد بيبقى في حاجه اسمها دي سي سي ان اكتيفيشن او البي 53 ان اكتيفيشن. دي سي سي اختصار ديليتد كولون كانسر، يعني ده الجين اللي بيمنع او بيعمل ديليشن للكولون كانسر، يعني ده اصلا تيومر سبريسور جين زي البي 53 بالظبط. البي 53 عباره عن تيومر سبريسور جين، هما الاثنين على بعضهم دول تخيل حصل لهم ان اكتيفيشن، فبالتالي اللي كان بيمنع تطور المرض لسرطان وقف مش موجود دلوقتي فيبدا السرطان يزداد. فكل ده بيحصل مع الوقت، يعني انت الاول بيحصل لك المشكله دي بعد كده بيبدا يحصل لك ميثايليشن اب نورمالتيز بعد كده كوكسي 2 اوفر اكسبريشن بعد كده في الضربه الثانيه بقى اثناء ما انت ماشي مع الوقت بقى في فتره حياتك يبدا يحصل لك كيراس اكتيفيشن. يبقى ده الوحيد اللي باللون الاحمر اهو اللي بيحصل له اكتيفيشن، الباقي كله بيحصل له ان اكتيفيشن لان الباقي بيبقى عباره عن تيومر سبريسور جين زي ده وزي ده وزي ايه وزي ده. اللي باللون الاصفر ان اكتيفيشن، اللي باللون الاصفر ان اكتيفيشن، اللي باللون الاحمر اهو اوفر ايه اوفر اكسبريشن. تمام؟ ف مع الوقت ايه اللي يحصل بقى؟ يبدا بقى الخلايا ذات نفسها اللي كانت موجوده هنا تبدا تتجنن ومنظرها بص شايف لون الازرق ده يتغير للون الاحمر، معناه ايه؟ ان الخلايا ما بقتش شكلها الطبيعي ما بقتش كولامنر زي ما انت عارف، لا هي هنا كانت تكاثرت هايبربليزيا وخلاص زادت في العدد، ولكن هنا بقى ايه شكلها اختلف، الخليه دي غير دي غير دي غير دي، حتى النواه شكلها اختلف يا اخي.
فهنا بقى فارسر اكيوميشن في الجينيتك ابدورمانيتيز يبدا يؤدي للكارسينوما، والكارسينوما بقى بعد كده تبدا تتكاثر لحد ما تبدا تنتشر لقلب الايه الكونكتيف تيشو، ومن الكونكتيف تيشو يبدا يروح للماسكولوزا، وبالتالي ممكن ايه يحصل الميتاستاسيس بتاعك. فده كده باختصار الكلام ازاي الادينوما تقلب بايه بكارسينوما. فانا عندي اول ايه اول باسوي او اول مشكله بتحصل الاي بي سي او البيتا كاتينين باسوي اللي هو الادينوما كارسينوما سيكونس، ده مسار من ضمن المسارات. في مسار تاني انا اهم حاجه عندي ده الاي بي سي صح، في مسار تاني بقى اللي بيحصل ميس ماتش ريبير، يعني حصل يعني مثلا اثناء الدي ان ايه ما بيحصل له ريبليكيشن، المفروض ان احنا ايه بنفك الدي ان ايه وبنبدا نصنع، نبدا نصنع واحد تاني هنا واحد تاني هنا اثناء الميتوزيس. لو انت حطيت جي قصادها سي وحطيت تي قصادها ايه وهكذا، حصل مس يعني ايه حصل مس بدل التي مثلا حطيت جي، فحصل مشكله هنا في اثناء الايه اثناء الريبليكيشن، ده اللي اسمه المس ماتش ريبير. مشكله يعني ده الطبيعي اصلا بيحصل في الدي ان ايه ريبليكيشن بتاعنا، بس الفكره بقى ايه ان بيحصل ريبير، يعني بيبقى فيه انزيمات بتبدا تعدي كده، لو في اي مشكله تبدا تعمل له ايه تعمل له ريبير، لا هنا بقى ما حصلش هذا الريبير، فبالتالي يحصل مشكله جينيه، فبالتالي ممكن تدخل العيان في ايه في الكولوريكتال ايه كانسر. الاثنين دول البوس انفولفينج اكيوميشن اوف مالتيبل ميوتيشنز but in different way، ولكن بطرق مختلفة. loss of one normal copy في الاي بي سي and loss of DNA repair genes، يعني ممكن تحصل بقى ايه مشكلة في one copy في الاي بي سي عندك في الخلايا بتاعتك، او مشكلة في الدي ان اي ريبير جين. بص بقى من اول هنا مهم، inherited cancer في الامراض الموروثة، البيرسون مي بورن ويذ وان ميوتنت قليل، يعني عنده قليل او عنده واحد او نسخة من الجين، كلمة قليل يعني نسخة من الجين فيها وان ميوتنت جين هو اصلا مولود بيها، فلذلك مش كل الناس اللي بتاكل اكل غير صحي بيجي لهم السرطان، او مش كل الناس اللي عندهم ادينوما ممكن يقلبوا بمالجننت، ومش كل الناس اللي عندهم انسرتيف كولايتس ممكن يقلبوا بمالجننت تيومر، لا الناس دي بتبقى مولوده اصلا بورن ويز ايه ويز ميوتنت قليل، مع الوقت بقى يبدا يلخبط في الاكل بتاعه، مع الوقت يبقى عنده انسرتيف كولايتس، مع الوقت مش عارف ايه تبدا الايه الميوتيشنز الثانيه ممكن تحصل مع الوقت اوف وان قليل كوزنج كولون كانسر، يعني هو بيتولد بالايه بالوان ميوتنت قليل، ده اسمه الفيرست هيت بتاعه، يعني دي اول ضربه ممكن تحصل. ايه اللي بيحصل بقى مع الوقت بقى ايه لوس اوف نورمال كوبي، وفي الاي بي سي او دي ان اي ريبير ده اللي هو ليه السكند هيت، يعني يعني القليل الثاني هو كان عنده قليل مولود بيه غلط تمام، في قليل ثاني عليه ايه عليه الاي بي سي تمام الطبيعي بتاعه، لو مع الوقت فقد بسبب اي مشكله يبقى دي السكند هيت بتاعته، او مثلا يحصل ميوتيشن ان الكيرس اونكوجين، او اديشنال ميوتيشن ان اكتيفيشن اوف البي 53 البي 53 او الدي سي سي اللي هو الايه ديليتد كولون كانسر ليدنج فاينلي تو ايمرج في الكارسينوما، يعني بيبدا بقى يحصل كارسينوما تظهر ويز اديشنال ميوتيشن اوكير ان ليدنج تو بروجريشن اوف الايه اوف الكانسر، مع الايه مع الميوتيشنز الثانيه اللي ممكن تحصل زي هنا او هنا ممكن بعد كده في الاخر ده كله مقاله هو الكانسر. فاذا بص انت يعني ايه انت الرسمه يعني الرسمه خير دليل، يعني انا بستغرب جدا من الناس اللي بتقعد تقرا الكلام وما تبصش على الرسومات، يعني انت معاك حاجه بتسهل عليك، انت معاك حاجه بتسهل عليك، ليه تحير نفسك مع الكلام؟ انت لو قرات الرسمه والله العظيم انت اعتقد انت مش محتاج تروح تقرا الكلام تاني، انت فاهم الرسمه اه ده فيرست هيت بعد كده بدا يحصل ميوتيشنز ثانيه في ان اكتيفيشن في بي 53 ودي سي سي، فدول ليه لانهم اصلا تيومر سبريسور جينز ممكن يحصل كي راس اكتيفيشن خلاص، هو لما يجي يسالك في الام سي كيو مش هيسالك في الباراجراف، هو هيسالك في الكلام ده هيحصل بي 53 اكتيفيشن ولا ان اكتيفيشن، هيحصل دي سي سي اكتيفيشن ولا ان اكتيفيشن، فين الفيرست هيت هو الاي بي سي خلاص، هو بيسال في ايه في الكلام اللي زي ده. دي رسمه ثانيه بتوضح الدنيا بس مش هنقعد نشرحها بقى عشان ايه هي نفس الكلام يعتبر بس ايه بس بطريقه او برسومات ثانيه. انت بقى اقراها مع نفسك هتلاقيها موضحه الدنيا برده. ده بالنسبه للايه الادينوما كارسينوما سيكونس مهم برده طبعا ايه تكون عارف. تعالوا بقى نتكلم بقى على الكولوريكتال كانسر او الكولوريكتال كارسينوما بقى كايه كباثولوجي بقى، يعني احنا في الباثولوجي يهمنا نعرف مكان الايه التيومر ده بيحصل فين، شكل التيومر ده كجروس عامل ازاي، تحت الميكروسكوب شكله عامل ازاي، هل ممكن ينتشر ولا لا سبريد، طب هو هيأثر على العيان ازاي، ايه الايفكت بتاعه كومبليكيشن. عندنا في التيومر مفيش حاجه اسمها كلينيكال بريزنتيشن، التيومر كومبليكيشنز على طول، التيومرز كومبليكيشنز على طول. طيب الستيجنج بتاعه طبعا مهم جدا، وبعد كده ناخد موضوع كده اسمه بليدنج بالريت. طيب تعالوا ناخد الساين بتاعه او المكان اللي ممكن يحصل فيه، تعالوا كده في الرسمه دي نشوف. لو ده السيكم ده كده السيكم ده كده الاسندنج كولون ده كده الترانسفيرس كولون ده كده الديسندنج كولون ده كده السيجمويد كولون وده كده الايه الريكتم. تعالوا كده نشوف ايه اكتر مكان ممكن يحصل فيه. عايزك تتخيل هو المشكله كلها بسبب ايه، الاساس كله بسبب اريتيشن صح، بسبب اريتيشن حصل، انت اكلت اكل معين فيه دهون والدهون دي بدا البكتيريا تتغذى عليها فتفرز لي توكسيك ماتريال او كربوهيدرات اللي هو ريفايند كربوهيدرات، او ما اكلتش فيجيتابلز فبالتالي الايه الدهون فضلت زي ما هي وهي توكسيك ماتريال، او ما يعني اي كارسينوجين بدا يعمل اريتيشن للوول في الابيثيليوم فبدا يحصل ميتابليزيا، فبالتالي ميتابليزيا بدات تقلب بكانسر. امتى الفيسس تفضل موجود الاكبر قدر ممكن عشان تعمل لي هذه المشكله، عشان تعمل لي هذا الاريتيشن فين بالظبط، هل في السيكم، هل في الاسندنج، هل في الترانسفيرس، هل في الديسندنج، ولا في السيجمويد والريكتم؟ طبعا في السيجمويد والريكتم. ليه؟ لان ده مكان تخزين الاستول، انت الاستول بتاعك بيفضل متخزن هنا في المكان ده لحد ما يكتر فبالتالي يبدا يزق على الاعصاب، فالاعصاب تتاكتف فتيجي لك احساس ان انت المفروض ايه تديفيكيت ناو،
فاذا اشهر مكان على الاطلاق هو مين؟ هو الريكتم والسيجمويد كولون. ليه في الريكتم والسيجمويد كولون؟ لان دول بنسبه 60 ل 70%، لان دول اللي بيحصل فيهم الايه الاستورج اوف الايه اوف الفيسز، او اكتر مكان بيحصل فيه تخزين للفيسز، واكتر مكان عرضه للايه للاريتيشن فيقعد فيه كتير. طيب بعد السيجمويد كولون والايه والريكتم ممكن يحصل فيه الديسيندنج كولون بنسبه 5 ل 10%، هنا كده من 5 ل 10%. بعد كده في الترانزفيرس كولون من 5 ل 10% برضو 5 ل 10%. طيب في الرايت كولون بقى هنا بتحصل بنسبه 10 ل 15%، اللي هو الرايت كولون ده بيشمل ايه؟ بيشمل السيكم برضو، يعني كل ده الرايت ده كله على بعضه بنقول عليه رايت كولون، يعني ده كله على بعضه بنقول عليه ايه؟ رايت كولون. ده بيحصل بنسبه 10 ل 15%. يعني مين الاكتر على الاطلاق؟ هو السيجمويد كولون والريكتوم. مين بعديه على طول؟ هو هذا. يعني انا هعلمك على الاثنين، اول حاجه السيجمويد كولون والريكتوم، يليه باللون الاصفر مين؟ اللي هو الاسيندنج كولون بالايه بالسيكم، ده بنسبه 10 ل 15%. طيب يعني ممكن بعد كده ممكن يحصل في الايه في اللي هو اسمه الهيباتيك فليكشر او السبلينيك فليكشر، اللي هو الرايت كوليك فليكشر او الليفت كوليك فليكشر، لان هنا بيبقى فيه الكبد وهنا بيبقى فيه السبلين، فممكن يحصل في المكان ده وممكن يحصل في المكان ده بالنسبه بقيه النسبه يعني. فده قلت لك ده اشهر اماكن بتيجي فيه. طب كجروس بقى، انت لما تيجي تبص كده على التيومر ده بعينيك هيبقى شكله عامل ازاي؟ اللي هو الحاجات المشهوره اللي احنا بنبقى عارفينها، اما بوليبويد اللي هو الفانجيتنج ادينوكارسينوما، يا اما انيولر، يا اما السر، يا اما ديفيوز. تمام. طيب تعالوا كده نبص، لو جه التيومر في السيكم تخيل هيجي عامل ازاي؟ السيكم على فكره مكان واسع، فلو مكان واسع يبقى التيومر عايزك تخيل كده الخلايا بدات تكبر وتكوني بوليب، فالبوليب دي ليها مكان ان هي تكون البوليب اصلا، يعني المكان واسع، فتعمل لي حاجه اسمها الفانجس. تمام. تعمل لي ايه؟ حاجه اسمها الفانجيتنج، اللي هو الايه البوليبويد او الفانجيتنج ادينوكارسينوما، بتحصل اكتر في السيكم. ليه؟ لان في مساحه واسعه يحصل فيها هذه المشكله، فدي بتبقى سوليد ماس كده، بتبقى سوليد بروجكت في اليومن بتاع مين؟ بتاع السيكم. السيرفيس بتاعها ممكن تبقى فيها ألسر، يعني هتلاقي عليها شويه ألسرز كده في المكان ده ألسريتد، والدي بارتيشن مي بي انفلتريتد، يعني هنا كده ممكن يحصل له انفلتريشن للايه للمكان ده. المهم ايه؟ المهم ان ايه فانجيتنج ماس في مين؟ في هذا السيكم. فانجيتنج ماس في مين؟ في هذا السيكم. طيب لو جه في الليفت كولون بقى في المنطقه دي، المنطقه دي بتبقى اديه من المنطقه دي، بتبقى خصوصا بقى في السيجمويد كولون، فبالتالي بقى تلاقيه واخد الايه واخد الوول، يعني هتلاقيه منتشر في الوول كده زي ما انت ما شايف، التيومر منتشر في الوول كده، ما يعرفش يعمل لي هذه الفانجس. ليه؟ لان المساحه مش واسعه زي السيكا، فيعمل لي حاجه اسمها انيولر. انيولر يعني لافف داير ما يدور، بس انا عشان قطع الطبقه الاولانيه وشايلها خالص، فمبين لك ان هو هنا بس، ولكنه لافف داير ما يدور كده حوالين مين؟ حوالين الوول وبعضه في السيجمويد كولون، فده اللي اسمه الانيولر كونستريكتنج تيومر، وده اللي بيعمل لي بقى ليه؟ فبيبدا يعمل انسيركلينج للايه؟ لليومن، يعني بيبدا يلف داير ما يدور عليه، فبالتالي واي كانه زي الرينج كده، نابكن رينج، يعني واي كانه بيقفل الايه؟ بيقفل الوول تماما، او بيقفل اليومن بقى، فبيعمل كونستريكتنج للباول، بيقفل الباول اند ناروينج الايه؟ اليومن، بيقفل الايه؟ اليومن، فبالتالي العيان ده يشتكي بايه؟ بامساك. طيب ممكن بقى يحصل ألسريشنز، يعني الألسريشنز تحديدا بتحصل في الريكتوم، يعني تلاقي كده ايه؟ ألسرز كده، يعني ايه؟ الوول بتاع الريكتوم بدا يبقى ألسريتد، بص كده هتلاقيه بدا يتقرح، بدا يتقرح كده زي ما انت ما شايف، بدا يتقرح، يبقى في قرح. طب اي قرحه، اي قرحه في الدنيا بتبقى منظرها عامل ازاي؟ بتبقى ريزد انفيرتد ايدج ويز نيكروتيك فلور، يعني الايدج ذات نفسها دي بتبقى اصلا منظرها الريجولر كده، لانها كانسر الريجولر، والبيز ذات نفسه نيكروتيك، فبالتالي ممكن يبقى ايه؟ يبقى راجد كده او ناشف، منظره ايه؟ ناشف البيز ذات نفسه. فده كده بالنسبه للايه؟ للالسريتك. واكتر مكان بيحصل فيه هذه الالسر هو مين؟ هو الريكتوم. فانا قلت ثلاث اشكال، اول حاجه الفانجاي بتحصل في السيكم لان ليه مساحه، ثاني حاجه الانيولار كونستريكتنج، فبالتالي هيقفل اليومن، انت بس هتحفظ انيولار كونستريكتنج، فانت هتالف الباقي من دماغك. ثالث حاجه ممكن يحصل ألسر في قلب مين؟ في قلب الايه؟ القولون. اخر حاجه ممكن تحصل بقى اللي هو ديفيوز او انفلتريتنج كارسينوما، يعني مفيش ماس معينه تقدر تحددها، يعني ما تقولش مثلا الحته دي طبيعيه لكن الحته دي فيها ماس، هتلاقي كده الحته كلها ديفيوز، بتاخد الوول كله حرفيا، عامله زي ايه؟ زي حاجه خدتوها قبل كده في الاستومك اسمها لاينيتس، لاينيتس اللهم صل على محمد، بلاستيكا. كلمه لاينيتس اصلا يعني التهاب، بلاستيكا يعني ان الاستيك، يعني الوول ده من كتر ما هو بقى ثيكند وفي في تيومر يعني بسبب الالتهاب، فممكن يحصل بعد كده ان هو ايه؟ ان هو يبقى ان الاستيك. فدي الفكره بتاعت اللاينيتس بلاستيك، بتبقى شبه يعني سيبك من شبه ايه، بس هي الفكره كلها ان هي بتاخد الوول كله، بتبقى ديفيوز يعني مش في حته معينه كونفايند في ايه في مكان معين، فبيبقى ديفيوز انفولفمنت انفيتنج تيومر، ممكن ياخد بقى الوول كله، يعني ممكن تلاقيه واخد ايه الوول كله كده، مش كونفايند مثلا للميكوزا بس فيحصل ألسر، لا بيبقى مع الوقت بيبقى فيه فايبروزيس طبعا، وبياخد بقى الميكوزا بالسب ميكوزا بالماسكولاريز ميكوزا بكله، يعني الميكوزا هتلاقي انفولفد طبعا، والسب ميكوزا والماسكولوزا كل ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه فايبرس تيشو، بيبقى فيه ايه؟ فايبروزيس. فاذا ما تهش مني، انا دلوقتي باخد ايه؟ باخد الكولوريكتال كانسر، قلت اشهر مكان ليها مين؟ هو سيجمويد كولون والريكتوم. ليه؟ لان ده المكان اللي بيتخزن فيه الستول، فبالتالي اكتر مكان عرضه للريتيشن. بعد كده الايه؟ السيجمويد كولون
معلش معلش بعد كده الاسيندنج كولون بالاي بي سي كمان اللي هو الرايت ايه الرايت كولون بنسبه 10 ل 15%، الباقي بيحصل في الباقي وخلاص. طيب كجروس يا اما بوليبويد ماس، يا اما ممكن تحصل اللي هو اللهم صل على محمد اللي هي اسمها الانيولار كونستريكتنج في منطقه الايه في منطقه السيجمويد كولون، يا اما ممكن يحصل التريشنز خصوصا في منطقه الريكتم، يا اما يحصل ايه ديفيوز انفيلتريتنج في كله بقى، يعني تلاقي كله ايه بيحصل فيه الكلام ده، وبياخد بقى ميكوزا بالصب ميكوزا بالماسكولوزا بسبب الفايبروزز اللي بيحصل ده كده كجروس. طب كمايكروسكوب انت ممكن تشوف ايه ده؟ يعني عايزك تتخيل دلوقتي الوول اصلا الابيسيليام بتاعه كان كولامنر ابيسيليام، عامل لي جلانز، عامل لي كريبتات وفيها جلانز، فيها ايه فيها جلانز اللي انت عارفها اللي هي بتبقى عامله كده تحت الميكروسكوب يعني. طيب لما يقلب بكانسر هيقلب مش دي جلاند، فيقلب بادينو، الادينو يعني جلاند كارسينوم، ودي بنسبه 75% من الحالات اللي هو الادينو كارسينوما جلاند زي بس بدات الايه الخلايا اللي فيها شكلها مختلف. طيب ممكن تبقى ميوسينس ادينو كارسينوما، يعني نفس المنظر ده بس بدا يخلق ميوسين اكتر فتبان بيضه كده لانه ما بيتسبخش في الشرايح يعني، فيبان ابيض اكتر فده اسمه ميوسينس، في ميوسين. ممكن بقى الخلايا لنفترض ان دي خليه اهي وفيها ميوسين، بدا الميوسين يكتر كده لحد ما يزق النواه في طرف مين؟ في طرف الخليه. فلما يزق النواه في طرف الخليه يبقى شبه مين؟ شبه الخاتم، فنقول عليه سيجنت رينج ابييرنس. ممكن تبقى شكلها مختلف مش شبه يعني ايه مش عامله لي جلاندز ولا عامله لي ميوسين ولا شبه سيجنت رينج، بص انديفرنشيتد مش قادر احدد بالظبط، شويه خلايا مالجننت وخلاص في قلب المشكله. ممكن تبقى حاجه اسمها سمول سيل كارسينوما شبه اللي موجوده في اللنج كانسر، سمول سيل كارسينوما خلايا صغيره ولكنها مالجننت، او ممكن تبقى سكويموس سيل كارسينوما شبه اللي موجوده في الجلد. سكويموس سيل كارسينوما اي سكويموس سيل كارسينوما تتميز بايه؟ بهاي بيسيليام ستراتيفايد سكويموس، واهم حاجه طبقه الكيراتين، بيبقى فيه كيراتين كده بيبقى ملفوف حوالين ايه حوالين بعضه زي اللي موجود هنا كده بيبقى لونه بينك ان كلر. فدي بس ده مش مشهور يعني، الاشهر على الاطلاق هو الادينو كارسينوما بنسبه 95%، الباقي كرا الباقي كرا. فانا هعلم لك على ايه على الكلام ده، ده اهم حاجه. طيب السبريد بقى هل ممكن ينتشر؟ طبعا ممكن ينتشر، ده كولون كانسر ده مصيبه، فممكن ينتشر بقى ايه اهم حاجه الدايركت اكستنشن للادجيسنت ستراكشر، وقول اي اورجان هيطلع صح. يعني لو انت مثلا في لارج انتستين لو انتشر للسمول انتستين اه صح، لو انتشر للايه لليورينري بلادر صح، لو انتشر للايه لليوترس صح، هينتشر في اي حته في البطن صح، هينتشر في الاستومك صح، فهو دايركت اكستنشن انتو الادجيسنت ستراكشر، اي مكان هتقوله هيطلع صح. بعد الايه بعد ما يوصل اللوكال ميتاستاسيس ممكن يوصل بقى للايه لاقرب حاجه هنا هو الليمف، فبعد كده ممكن يحصل ليمفاتيك. ليه؟ لان بيبقى فيه الميزنتري، الميزنتري ده بيربط الايه بيربط الحته دي من القولون بالايه بالبوستيريور ابدومينال نود، فالميزنتري ده بيكون فيه ليمف نودز كتير، فممكن يبقى فيه ميزنتريك اند بارا اورتيك ليمف نودز يروح لهم، يعني بارا اورتيك يعني بجوار الاورطه بيبقى فيه ليمف نودز كده ممكن يوصل لها. بعد كده ممكن ينتشر عن طريق البلاد فيسل فيوصل للدم لبلب بقى ليفر لانج برين وهكذا، يعني ممكن يروح للكبد ممكن يروح للنج ممكن يروح للبرين، بس ده بيبقى ليت يعني ما بيبقاش حاجه ايه بدري، لا هو بيبقى ليت. طيب بعد كده ممكن يوصل عن طريق البريتون ترانسيسليوميك، مش فيه هنا بريتون ممكن يوصل له، فممكن مثلا لو في البريتون هنا ممكن ايه نفترض ده البريتون اهو اهو، ممكن يحصل بقى حاجه اسمها هيموروجيك اسايتس، هيموروجيك اسايتس تمام، لان التيومر وصل للبريتون، فبالتالي ممكن يجمع ايه البلاد فيسل اللي هنا ممكن يرشح فيعمل بقى ايه دم، وفي نفس الوقت ايه معاه اسايتس يعني بطنه تبقى منفوخه، فهيموروجيك اسايتس. ممكن يحصل بقى نيديولز، خلايا مناعيه بدات تتجمع مع بعض وتكون نيديولز فنسميها بريتونيال نيديولز، او الكراكنبرج تيومر ان هو يوصل للاوفاريز يعني عن طريق البريتون ممكن يروح بقى للايه ادي اهو واهو 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 واهو، فممكن يوصل لمين؟ ممكن يوصل للاوفرز. كون ان المالجننت تيومر وصل للاوفرز بسبب انه جاي من حته تانية عن طريق البريتون، دي اللي احنا بنقول عليها كراكنبرج ايه كراكنبرج تيومر. فاذا السبريد اهم حاجه دايركت وقول اي اورجان صح، تاني حاجه ليمفاتيك، بعد كده بلاد وده بيبقى ليت، بعد كده ترانسيسليوميك بقى يا اما يروح للبريتون ذات نفسه يعمله هيموروجيك اسايتس، او ممكن بقى اللي هي النيديولز اللي موجوده في قلب البريتون دي اللي احنا بنقول عليها بريتونيال نيديولز، او الكراكنبرج تيومر يوصل لمين؟ للبوس اوفرز. طيب العيان ده بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من ايه؟ اهم حاجه الهيمورايدز او البايلز او البليدنج بالريكتوم. عيان بيجي يشتكي ان في دم بينزل في البراز بتاعه والدم ده احمر حرفيا فريش بلاد بليدنج بالريكتوم، فانت تبدا تشوفه كده ده عيان مثلا فوق ال 45 سنه، على طول لازم تشك في الايه في الكولوريكتال كانسر، ما ينفعش دماغك يروح لباسيلري ديزنتري او مثلا اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد الاميبك ديزنتري او ايا كان، اه هما من ضمن الحاجات المشهوره، ولكن استبعد بس الاول الكولون كانسر، استبعد الحاجه الخطيره الاول عشان لو طلعت فعلا كولوريكتال كانسر وانت ما يعني ما حطيتهاش في دماغك انت ايه بتمشي العيان في سكه غلط، بتمشيه في سكه ويعني حرفيا هيبقى صعبه جدا لو اكتشفنا الموضوع ده في النهايه او متاخر، هيكون وصل لمين؟ وصل للبلاد، ممكن يوصل للكبد او اللنج او البرين، مصيبه طبعا. فاهم حاجه الهيمورايدز البايلز او البليدنج بريد.
ممكن يحصل ايه، مش كان حصل هنا ديفيوز، فممكن ايه بسبب الفايبروزيس يقفل الدنيا. هنا مثلا بيحصل بليدنج، هنا مثلا بيحصل ايه اوبستراكشن وهكذا، فممكن يحصل ايه انتستينال اوبستراكشن، ممكن يحصل انتستينال برفوريشن من كتر ما وصل للايه للوول، عدى الوول فبدا يحصل برفوريشن، او ممكن بقى يحصل فيستولا، يعني عدى الوول وبدا يفتح بفيستولا، الفيستولا دي يفتح مثلا في انتستين، في انتستين هنا فنسميها انتيرو انتريك فيستولا. يعني الابيسيليوم اللي هنا من يعني نفترض بص اهو اهو المصيص ابن محمد اهو، الحته دي بدات ايه بدات تتقطع كده، فبالتالي بدات تلتهب مثلا او تفتح مع حته تانية من الانتستين. نفترض ان ده هنا في الانتستين اللوبس بتاعت الانتستين اهي، فبدات دي الابيسيليوم اللي هنا يفتح مع الابيسيليوم اللي هنا، فالحتتين دول او التول يومز دول فتحوا على بعض، فدي اللي احنا نقول عليها فيستولا، سواء بقى مع الانتستين، سواء بقى مع اليورينري بلادر، سواء مع اليوترس، مع الفاجينا، مع اي حاجه، اي حاجه جنبها يبقى انتستين بتوين الانتستينال لوبس اند البلادر اور الفاجينا، مع الايه مع الفاجينا او البلادر اليورينري بلادر يعني او اي حاجه. فاهم حاجه الدم اللي بينزل في البراز سواء بقى بالبايز او الهيمورويدز او البليدنج بالريكتوم او الانتستينال اوبستراكشن يقفل، يبقى عنده امساك وفي نفس الوقت بيرجع كتير، او ممكن بقى انتستينال بيرفوريشن يبدا تتخرم هذه الامعاء، او ممكن فيستولا ما بين بقى ايه الانتستين انتيرو انتريك فيستولا، انتيرو فازايكال فيستولا، او انتيرو ايه فاجينال فيستولا. طيب اهم حاجه عندي الاستيجنج، يعني ازاي احنا نقول ان المرض ده خطير ولا مش خطير؟ ليه؟ لان الاستيجنج هو اللي بيقول البروجنوزز ايه، هيقول لي المرض ده ما قالوا ايه في الاخر، هل انت دلوقتي تقدر تعالجه كويس، طب هتختار نوع العلاج ايه، كيمو ثيرابي بس ولا لازم سيرجيكال، ولا هتعمل ايه بالظبط. فده بالنسبه لي هو البروجنوستيك ماتيريال بتاعتي، هو مين هو الاستيجنج. الاستيجنج ايام زمان كان في واحد اسمه داك بدا يحط الاستيجنج بتاعته دي، بعد كده بدانا احنا نعمل احنا اللي هو تي ان ام ستيجنج، دي اهم ودي دي الاشهر يعني، بس هو مكتوب عندكم اللي هو الموديفايد داكس كلاسيفيكيشن. الفكره في الموديفايد داكس كلاسيفيكيشن ايه، ان هو بدا يقسمها على حسب الحروف، يعني في الاستيجنج العاديه احنا بنقول ستيج 1 2 3 4، ستيج 1 مثلا بتبقى يعني هنا كده، ستيج 0 اللي هو كارسينوما انسايتو، يعني في المكان بتاع يعني ايه، عايز تتخيل دلوقتي ان ده الوول بتاع الانتستين صح، وده اقصد ده اليومن، معلش ده اليومن بتاع الانتستين، يعني الاكل بيمشي في المنطقه دي، وده الوول بتاعه، يعني ده كله على عباره عن الوول، يعني هنا مثلا بيبقى في الميكوزا اهي، بعد كده الساب ميكوزا، بعد كده الماسكولوزا اللي باللون الاحمر دي، بعد كده السيروزا اللي هي الطبقه الاخيره اللي في ايه هنا كده، حتى بره كده بيبقى في الليمفاتكس. فانا ببدا اقول ايه لو هي كونفايند للميكوزا فببدا اقول عليها ستيج 0. طب افرض بدات توصل للساب ميكوزا ابدا اقول عليها ستيج 1. طب افرض من الساب ميكوزا كانت هنا بدات خلاص تنفلتريت الماسكولاريز ميكوزا اللي هي الطبقه من العضلات فاقول عليها ستيج 2. طب افرض بدات بقى تروح للسيروزا فاقول عليها ستيج 3. طب افرض راحت بقى للطبقه في النهايه وبدات توصل للليمفاتكس، يعني اول ما يحصل سبريد للليمفاتكس اقول عليها ستيج 4 على طول، واقول ان دي معاها ان، يعني ايه ان؟ يعني معاها ليمف نود افكشن، وبعد الليمف نود لو حصل ميتاستاز بقى لاي اورجان في الدنيا اقول عليها ام 1، معاها ام 1. ما علينا، ده الستيجنج ليه اللي احنا عارفينه بتاع الكولوريكتال كانسر. هنا عمك ده الداكس ده قال لك انا ما بحبش الارقام، ما بحبش 1 2 3، انا بحب ايه الحروف، فاقول لك ايه بي سي دي، ايه بي سي دي، وبدا يقسم البي الاثنين على بعض، ادى بي واحد وبي اتنين، والسي ادالها سي واحد وسي ايه وسي اتنين، بناء على ايه؟ قالك يا عم لو هي ليميتد للميكوزا هقول عليها ايه؟ نفس الكلام هنا بالظبط اللي هو الليميتد للميكوزا الايه ده هي اللي هي ستيج زيرو. طب افرض بدات توصل اكستند للماسكولاريز ميكوزا، يعني بدات توصل الانفلتريت الماسكولاريز ميكوزا اللي هي المفروض ستيج اتنين، لا بدات توصل الماسكولاريز ميكوزا فاقول عليها بي واحد، بس خد بالك مفيش ليمف نود افكشن. طب افرض وصلت اكستند ماسكولاريز ميكوزا وبدات تبينتريت بقى بينتريت الماسكولاريز ميكوزا لحد ما وصلت، يعني ادم عدت الماسكولاريز ميكوزا يا شباب، يعني وصلت للسيروزا بره، يعني حصل بينتريشن او حصل ان هي خرمت الوول اصلا، فهنا هنا ادم خرمت الوول ابدا اقول عليها بي 2 ولكن ما زال ما فيش فيها ليمف نود. فاذا تتميز البي 1 و2 ان ما فيش ليمف نود افكشن تماما، البي بدون ليمف نود، احفظ كده البي بدون ليمف نود، البي بدون ليمف نود، البي بدون ليمف نود. طيب افرض بقى السي، السي بقى بص انا عايزك تعرف السي ده اللي هو ايه علامه الحمراء بتاعتك، يعني بدا يبقى فيه ليمف نود ميتاستاسيس في الاثنين، ولكن لو وصلت للماسكولاريز ميكوزا او ماسكولاريز بروبريا ومعهاش بنتريشن بس معاها ليمف نود ميتاستاسيس اقول عليها سي واحد، لو عدت الماسكولاريز وعملت بنتريشن بقى وصلت للسيروزا ومعاها ليمف نود، ومعاها ليمف نود اهي اللي هي دي اقول عليها ايه، اقول عليها سي 2. طب افرض بقى عمل الديستان ميتاستاسيس وصلت عن طريق الدم بقى اقول عليها دي، الدي ديستان ميتاستاسيس، الدي مع الدي، الدي مع دي، ودي سهله، دي اسهل واحده. بص الفكره كلها في الليمف نود، يعني البي 1 وبي 2 زي سي 1 وسي 2 بالظبط، الفكره ان بي 1 وبي 2 مش معاهم ليمف نود افكشن، انما سي 1 وسي 2 معاهم ايه ليمف نود افكشن. فانت لو قرات اكستند ماسكولاريز ميكوزا هنا مثلا اكستند ماسكولاريز بات نو بينتريتنج، هي اكستند ماسكولاريز بروبيا بات نو بينتريتنج، اللي هي بي 1 زي سي 1، والبي 2
معاها بنتريتنج وعدت الماسكولاريس، نفس الكلام معاها بنتريتنج وعدت الماسكولاريس، بس ايه الفرق ما بين سي 2 وبي 2 ايه؟ ان سي 2 فيها ليمف نود انما بي 2 ما فيهاش ليمف نود. فنفس الكلام هنا اهو، تعالوا كده نبص هنا ستيج 1 اهو كونفايند تو الميكوزا. طب ستيج بي 1، بي 1 بتبقى وصلت للايه؟ للماسكولاريس ميكوزا اللي هي الطبقه الماسكولاريس ميكوزا بس ما عادش ليمف نود افكشن. طب بي 2 عدت الماسكولاريس ميكوزا وبدات تعمل بنتريشن خلاص، بس ما عادش ليمف نود ايه؟ ما عادش ليمف نود افكشن برضه. طب سي 1 لا، زي بي 1 بالظبط يعني في الماسكولاريس ميكوزا ولكن معاها ليمف نود افكشن. طيب سي 2، سي 2 عدت الايه الماسكولاريز ميكوزا يعني عملت بنتريشن ومعاها برضو ليمف نود افكشن. اللي بالاحمر ده معناها ان في ليمف، يعني ليمف نود اللي باللون الاحمر ده، يعني سي 1 وسي 2 معاها ليمف نود. طب الدي لا، الدي ديستان ميتاس يعني وصل لللنج للليفر للبرين للسكن وهكذا. فدي الفكره بتاعت الاستيج. في بقى موضوع كده اسمه البليدنج بالريكتوم. البليدنج بالريكتوم يعني احنا بنبدا نقول كده لو عيان جالك وبيشتكي لك ان انا بنزل دم في البراز، بنزل دم فريش بلاد في البراز، مش ميلينا، كلمه ميلينا يعني دم مهضوم لونه اسود في البراز، لا انا بتكلم على البليدنج بالريكتم. ناو البليدنج بالريكتم احنا نبدا نقول سببه ايه، هل مشكله جنرال ولا مشكله لوكال. المشكله الجنرال يعني ايه؟ مش منطقه لوكال في الايه، في القولون، يعني مش بسبب مشكله في القولون، لا مشكله جنرال في الجسم كله. يعني احنا بنبدا نحفظها كده بالتحشيشه دي، نبدا نقول ايه، هبل زائد ناقص 2 فيتامين. هبل اللي هو ايه، اللي هو الاختصار الاتش اللي هو الهيموفيليا مثلا، واحد عنده مشكله في الصفاء، في اقصد في الكواجيليشن فاكتور، فعنده فيليا يعني حب للايه، للنزيف، فمن ضمن الاماكن بينزف فيها هو البراز يعني او في الايه، عن طريق الانس يعني، يعني بليدنج بالريكتوم. ده اول حاجه. تاني حاجه اللي هو الاتش الثانيه اللي هو واحد عنده هايبرتنشن، فبالتالي ممكن يفرقع البلاد فيسل فيحصل نزيف برضو بالريكتوم. تالت حاجه الهبل بقى، الاتش اتش ده اول حاجه في هبل. تالت حاجه البي اللي هو مين، اللي هو البيربر يعني نقص في البليتلت. طيب بعد كده ال اللي هي اللوكيميا، اللوكيميا او الايه، او الليمفوما، او الليمفوما زائد يعني هبل زائد نقص 2 فيتامين، نقص 2 فيتامين اللي هو مين، اللي انتوا عارفينهم الفيتامين سي وفيتامين كي، طبعا دول مسؤولين عن الايه، عن الكواجيليشن كاسكيدز. وفيتامين كي مهم عشان الايه، عشان اللي هو كواجيليشن فاكتورز 1972 اكتيفيشن، والفيتامين سي طبعا مهم علشان الانتجريتي بتاعت ايه، بتاعت الكولاجين وهكذا. فبالتالي ما يحصل لو حصل حتى ووند او حاجه، أو حصل اي مشكله يحصل ريبير بسرعه. فدي الفكره بتاعت الايه الجنرال اللي هو بيربرا. انا قلت بيربرا، قلت لوكيميا، قلت هيموفيليا، نقص فيتامين سي، نقص فيتامين كي، اللي هو كلمه هوبل، هوبل نقص 2 فيتامين، ده الجنرال. طب اللوكال بقى، اللوكال احنا نبدا نقول في جينيتك كوز، في انتستاينال ليجنز، وفي انال ليجنز. يعني في يعني هل كل الناس بيجي لهم كله كانسر؟ لا، الناس اللي عندهم جينيتك بيرميابيليتي زي ما قلنا بالظبط هنا في الايه، في الادينوما كارسينوما سيكونس، واحد اتولد وعنده مشكله في الايه، في الاي بي سي، عنده ايه، ان اكتيفيشن الاي بي سي اللي هو تيومر سبريسور جين، فبالتالي ده الفيرست هيت بتاعته، مع الوقت بقى ما بيظبطش اكله، وفي نفس الوقت بدا يحصل ايه الميوتيشنز الثانيه دي، فممكن يدخل بكولون كانسر. فالناس اللي عندهم جينيتك بري ديبوزيشن هو دول الناس اللي بيجي لهم ايه، البليدنج بريكتر كمان. يعني مثلا واحد عنده بيبتيك ألسر، واحد عنده كارسينوم، فالناس دي يعني ايه بتبقى مختلفه عن الناس الطبيعيه، في عندهم مشكله جينيه بتؤدي البيبتيك ألسر عندهم او كارسينوم. انتستاينال ليجنز، الانتستاينال ليجنز ممكن تبقى انفلاماتوري او فاسكولار او نيوبلاستيك. احنا لسه قايلين من دلوقتي ان البناين كونديشن او المالجنت كونديشن في القولون يؤدي ببليدنج بالريكتوم، لسه قايلين اهو البليدنج بالريكتوم في الايه، في الكولون كانسر مثلا او في البناين برضو نفس الكلام، ممكن ايه يحصل منه بسبب البليدنج، ده معروفه يعني. طيب فاسكولار يعني في مشكله بسبب، كنا خدنا في البورتال اللي هو في التوتوريال في الاناتومي بتاع البورتال سيستم، قلنا ان البايز ده بيحصل ايه، بيحصل بسبب ايه، البايز دي او الايه او البواسير بتحصل بسبب ان مثلا واحد عنده بورتال هايبرتنشن، فبدا الايه، فبدا البورتال فينز تفتح بقى على الايه، على السيستميك فينز في منطقه الايه، الريكتم. ففتحت ليه؟ لان بسبب هنا في بريشر عالي ومش عارف يتسرب، لان في سد هنا بسبب الايه، بسبب مثلا في مشكله في الليفر او مشكله في انسداد في اي مكان هنا في البورتال سيستم، في ثرومبس ولا حاجه، فهنضطر للاسف ان احنا نفتح هذا الانستيموزس، فبالتالي ممكن ايه يحصل ايه، كونجيشن، ويحصل بسببه ايه، النزيف بالريكتم. فده اللي اسمه البايلز او الاكيوت فاسكولار اوبستراكشن، حصل اوبستراكشن في الفيسل فبالتالي ايه ممكن ايه يتفرقع وهكذا، اسمه اكيوت فاسكولار اوبستراكشن. ده فاسكولار ايه، مشكله في الايه، في الفيسل. انفلاماتوري بقى، واحد عنده باسيلاري ديزنتري، شيجله يعني، من ضمن الاعراض بتاعه الشيجله هو مين، هو النزيف، واحنا حتى بنمس دايجنوز مع الالسيراتيف كولايتس، وده تاني حاجه ممكن يحصل ايه، بسبب الهريزيا طبعا، او بسبب التي بي طبعا، او بسبب مثلا امبيبك ديزنتري، سواء بقى باسيلاري ديزنتري او امبيبك ديزنتري، الاعراض واحد، او الالسيراتيف كولايتس دي اللي ايه بتمس مننا، او مثلا تيفويد ألسر، لان الألسر اي ألسر بيحصل بسببها نزيف، او انكايلستوما دي عباره عن دوده، انكايلستوما دي عباره عن دوده، فممكن بسبب الدوده دي تبدا ايه يحصل النزيف، او ممكن التي بي او بالهريزيا، كل دي انفلاماتوري ايه، انفلاماتوري كونديشن. فانت احفظها كده جينيتك انتستاينال ليجن، سواء بقى انفلاماتوري فاسكولار نيوبلاستيك، اللي هو ايه، بص انا حافظها ازاي، تنم
تنم، اللي هو تروماتيك كونديشن. والتروماتيك دي ممكن تضيف الانال فيستولا او الانال فيشر. الانال فيشر دي اللي هو ايه، ناس كتير بيبقى عندها مشكله في الانس. ايه بقى يعني؟ بص، الانس بتاعهم بيبقى فيه يعني زي فيشر كده او شرخ، نقول عليه الشرخ الشرجي، اسمه الشرخ الشرجي اللي هو الفيشر ده. فالشرخ ده بسبب مشكله في ستول هارد مثلا، فبيبدا يزق على الوول هنا، فبيبدا ايه يخلق فيه زي شرخ كده اللي هو ديب ألسر. فدي ممكن يحصل بسبب النزيف. او الانال فيستولا، الفيستولا بتحصل ما بين الانس وما بين منطقه ثانيه، فدي نقول عليها انال فيستولا، ممكن يحصل بسبب النزيف. او التيومرز اللي بتحصل في الانس، فدي اللي هو نقول عليها تروماتيك، يعني مشكله بتروماتيك، فيشر، فيستولا وهكذا. الان اللي هو نيوبلاستيك، اللي هو نيوبلاستيك. الاي اللي هو انفلاماتوري. الام اللي هو ايه، ممكن تبقى ميسيلينياس، حاجات اخرى زي مثلا ايه، زي الفاسكولار، زي الفاسكولار كونديشن. تمام. والجينيتيك، والجينيتيك، فانت احفظها بالتحشيش دي. تيناي، تينيم، تينيم. تروماتيك اللي هو الانال فيشر او الانال ايه فيستولا. الان اللي هو نيوبلاستيك. الاي اللي هو الانفلاماتوري كونديشن. الام اللي هو ميسيلينياس، حاجات اخرى يعني زي فاسكولار، اللي هو الفاسكولار كونديشن او الايه، او الجينيتيك كوزز. وبس كده، الحمد لله كده خلصنا الباثولوجي تماما. شكرا جزيلا.